طيب احنا بدأنا التسجيل اهو. تمام، خلينا نبدأ. يلا توكل على الله ودي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم، هنبدأ كده واحده واحده كده مع البوتس. الكلام هيبقى بيت يعني احمد وبشمهندس احمد الاول مره اول سيشن اتكلم معانا عن الكوبرنيتيز من فوق. باشمهندس شعري المره اللي فاتت اتكلم معانا عن الاركتكتشر. النهارده هنتكلم، نبدا بقى ناخد يعني نقطع بقى في الطريق زي ما بيقولوا، نبدا في الطريق. فبدايه الطريق هنتكلم عن البوتس البيزكس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على كام نقطه نفهم الاندرستاندنج، حاجه اندرستاندنج كوبرنيتيز اوبجكتس. تاني نقطة كوبرنيتيز اوبجكت مانجمنت، ازاي نكريت الاوبجكت والترو اللي موجودة. هنتكلم عن البوتس النيم سبيسز. في الاخير هناخد ديمو، هنسيت اب كلاستر بكي 3 اس سريعا كده، ونبدا نلعب شويه مع البوتس، نكريت بوت، نستوب بوت، نديليت بوت، وهكذا. مبدئيا كده اندرستاندينج كوبرنيتس اوبجكتس. يعني ايه كوبرنيتس اوبجكتس؟ هي ايه كوبرنيتس اوبجكتس؟ كوبرنيتس اوبجكتس ار بيرسيستنت انتيتيز ان ذا كوبرنيتس سيستم. تمام؟ اللي هي البيرسيستنت انتيتيز اللي هو بتبقى عايشه جوه الكوبرنيتس سيستم. تمام. Kubernetes objects describes what describe the حاجات what containerized applications are running. تمام. وال resources available لل applications دي وال policies اللي ال applications دي بتستخدمها زي restart policies مثلا. ف ده مقدمه عن ال Kubernetes objects قبل ما نشوف البوت. البوت هو في الاخر هنلاقي ان هو object من ضمن ال objects دي، بس الكلام ده بينطبق على كل الاوبجكتس بما فيها البوت، اللي هو الاوبجكت دي هي الانتيتيز اللي جوه الكوبرنيتس سيستم. تمام. ودي عباره عن لها ثلاث صفات، اللي هي بتوصف ايه هي الكنترايز الابلكيشنز الرننج والريسورسز للابلكيشنز دي والبوليسز اللي بتجفرن الريستار الابلكيشن بيهيفير زي الريستارت بوليسز وهكذا. Kubernetes API works with Kubernetes objects. Kubernetes API اللي هو الـ API server بيتعامل مع الـ Kubernetes objects عن طريق create, modify, delete. زي ما هنشوف ان في command اللي هي kubectl او kubectl بيخاطب الـ Kubernetes API عشان create او modify او delete الـ objects دي. تمام؟ اي Kubernetes object فيه two properties مشهورين او مهمين، اسمه واحد اسمها spec والثانيه اسمها status. تمام. اول حاجه كوبرنيتس كيوب سي تي ال كوماند كوميونيكيت ويز كوبرنيتس اي بي اي اون اور بيهاف. زي ما قلنا في هي كلاينت سيرفر اركتكتشر. عندنا الكلاينت بتاعنا اسمه كيوب سي تي ال، ده كوماند لاين، وعندنا السيرفر بتاعنا الاي بي اي سيرفر. كيوب سي تي ال بيكوميونيكيت مع الاي بي اي سيرفر عشان خاطر يكريت وموديفاي ويديليت الاوبجكتس دي. تمام. Every Kubernetes object contains two fields. من ضمن الفيلدز اللي موجوده فيه طبعا في two fields مشهور مؤسسيين، spec و status. spec ده بيربريزنت الديزايرد ستيت. انا عاوز ايه؟ انا عاوز شكل البوت او شكل الديبلويمنت او شكل الاوبجكت ده يبقى عامل ازاي؟ السبيسيفيكيشن بتاعته. الستاتس بيقول لي الكرنت ستيت بتاعت الاوبجكت ده، سواء بوت او غيره، بوت او ديبلويمنت زي ما هنشوف. اي اوبجكت عندنا، لو سمحت لو سمحت عفوا شوي، ممكن ملاحظه لو سمحت؟ اتفضل. طبعا بس لان الصوت بروح وبيجي، لو سمحت بس تحكي شوي شوي عشان ممكن لو سمحت. تمام اوكي شكرا لك. شكرا. انا عارف اتكلم بسرعه شويه، احاول اهدى شويه. الكوبرنيتيز اوبجكت عندنا، احنا قلنا الكوبرنيتيز في مجموعه اوبجكتس اللي هي البرزيستد جوه الكوبرنيتيز سيستم بتاعنا، كوبرنيتيز كلاستر. تمام. الكوبرنيتس اوبجكت ده هو زي البوت، البوت عباره عن كوبرنيتس اوبجكت او حاجات ثانيه، ديبلويمنت سيرفيس، دي كلها اوبجكتس. نفس فكره ان نفكر فيها لو انت جاي من خلفيه ديفلوبمنت، كان الاوبجكت عندك في السيستم، في النظام اللي عندك. انت عندك اوبجكت، الاوبجكت ده هو اللي بيكون السيستم كامل، يعني السيستم بيشتغل جواه اوبجكت. تمام. البوت بتاعنا مثال من على الاوبجكتس الموجوده. تمام. اي كوبرنيتس اوبجكت بيكون من مجموعه بروبرتيز.
فكر فيها برضو من ناحيه لو شفنا object oriented. object oriented اي object فيه مجموعه properties. اهم اثنين properties دلوقتي في الكونتكست اللي احنا واقفين فيه ده properties اسمها spec وproperty اسمها states. تمام؟ spec ده بيمثل ال desired state، انا عاوز ايه. انا الكوبرنيتس قوي جدا في حته انك بتقول له انا يا كوبرنيتس انا عاوز بوت بالمواصفات بالمواصفات دي، او عاوز ديبلويمنت، او عاوز ابلكيشن. من اخر انا عاوز ابلكيشن بتاعي يرن بالمواصفات دي، ياكسس الهارد درايف النتورك درايف ده، يبقى باخد رام كذا، بروسيسور كذا، سي بي يو كذا. تمام؟ دي السبيك، مواصفات الاوبجكت بتاعي سواء ديبلويمنت او بوت او غيره. الفيلد الثاني ستيتس. الستيتس ده بيبقى كومبيوتد، يعني انا بكويري الكوبرنيتس اي بي اي سيرفر، بقول له اديني معلومات الاوبجكت ده، فمن ضمن المعلومات اللي بيدهاني بيديني الستيتس، فانا بعرف الستيتس اللي فيها الاوبجكت بتاعي دلوقتي، وانا ساعتها بشوف الستيتس بتاعته. وطبعا من ضمن الحاجات اللي بتداني بيديني سبيك وستيتس وحاجات ياما يعني. فدي الستيتس الكرنت ستيتس بتاعت الاوبجكت نفسه. تمام؟ Kubernetes control plane continually manage object state to match the desired state. دي مهمة الكنترول بلين، ان هو يتأكد ان الستيت اللي متحددة في سبيك خلاص بيحصل لها بتماتش، او الستيتس كرنت ستيتس خلاص بتماتش الديزايرد اللي متحددة في السبيك فيه. تمام؟ الكلام ده كله هيبان اكتر لما ندخل ونشوف يعني، بس انا زي ما قلت لك عاوز متخيلين كانه اوبجكت وفي مجموعه بروبرتيز، وفي بروبرتي بتحدد الكرن، انا بحدد فيها، انا بقول لكوبرنيتس انا عاوز الكرنت ستيت كذا خلاص. كوبرنيتس بيظهر لي بيعمل بايند للكرنت ستيت في فيلد تاني اسمه ستيتس. To create هنا تاني اهو، to create an object you provide the object spec to describe the desired status. The communication between the kubectl with Kubernetes API server happens in the JSON format. بين الكوبستل اللي هو الكلاينت، احنا قلنا كلاينت سيرفر اركتكتشر، الكوميونيكيشن بينهم زي اي مودرن كوميونيكيشن تحصل في JSON format. تمام؟ بس الكوبستل كوماند نفسه بيقرا مني في يامل فورمات، يعني انا بكتب التعريف الكوبرنيتس اوبجكت في يامل فورمات. تمام؟ وهنبص على يامل فورمات سريعا كده كمان شويه قدام. يامل فورمات ده الكوبستل بيقراه بيحوله لجيسون فورمات ويبعته للاي بي اي سيرفر، الاي بي اي سيرفر بينفذه سواء كرييت او موديفاي او كده. ده شكل، ده مثال على الاوبجكت ستراكشر. تمام؟ ده يامل، هنشوف برضو اليامل برضو قدام لو حد مش اوير قوي باليامل. ده شكل الاوبجكت انا ببعته بالشكل ده، الكيوب ست ال كوماند بيبعته للاي بي اي سيرفر. تمام؟ الاي بي اي سيرفر بينفذه لي سواء انا عاوز اكريت مثلا او كده. تمام؟ في ريكوايرد توب ليفل فيلدز، في اربعه ريكوايرد توب ليفل فيلدز لازم موجودين مع اي اوبجكت. اي اوبجكت بعرفه سواء بود او غيره لازم احط فيه اربع فيلدز. اول حاجه اللي اي بي اي فيرجن. تمام؟ ده الفيرجن بتاع البود هنا او بتاع الاوبجكت ده. تمام؟ اشهر فيرجن في 1، في في 1 بيتا وفي اكتر من حاجه بتبقى موجوده ولها لايف سايكل، انا مش اوير بيها قوي بصراحه، بس معظم الاوبجكتس هنا بتبقى في 1 او بتختلف على حسب نوع الاوبجكت. في الكايند، الكايند ده بيحدد نوع الاوبجكت، ده اوبجكت خلاص نوعه ايه. الاي بي اي سيرفر هيعرف مني ده نوعه ايه، ده بوت خلاص. الميتا داتا، الميتا داتا دي بيبقى فيها اسم الاوبجكت بلس الليبلز، والليبلز دي حاجه مهمه قوي. الليبلز دي عباره عن كي فاليو بير انا اللي بحددهم، انا بقول مثلا اب ويب او انف ديف اللي هي انفايرمنت مثلا ديف او وات ايفر، انا بحط الكي بير ده عباره عن ميكانيزم الجروبنج البوتس وعشان تابلاي عليه حاجه معينه. تمام؟ فالليبلز حاجه مهمه جدا 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 لما نيجي نتعامل مع الكوبرنيتس اوبجكتس، ان انا بليبل مجموعه كونتينرز بعمل لهم جروبنج، في المقابل بحب مثلا
عامل لهم سيليكشن عن طريق حاجه اسمها سيليكتور، بعمل لهم سيليكشن جوه ديبلويمنت معينه، بقول الديبلويمنت دي سيليكت لي كل البودز اللي واخده الليبل اب ويب مثلا، فانا كده عملت جروبنج للبودز دي واستخدمتها في مكان تاني. هنشوفها برضو قدام لما نتعرض للديبلويمنت. هويدي في سؤال هنا كريم بيسال، يعني هل الكاين دايما بيبقى ديبلويمنت؟ فلو تذكر لنا مثلا كذا نوع من الكاين، الفاليوز بتاعه الكاين ده. معلش سؤال احمد، البروبرتي الكايند الكايند لا الكايند دي بتختلف. الكايند دي ممكن تكون بوت سيرفيس، ممكن تكون ديبلويمنت، ممكن تكون بيسموها سي كاستم ريسورس ديفينيشن، ممكن تكون اصلا حاجه كاستم انت عامل لها ديفينيشن من عندك، فدي تختلف على حسب نوع الاوبجكت نفسه. دي من الاخر بتحدد نوع الاوبجكت. احنا النهارده مش بنتكلم عن البوتس، فالنوع في الكايند عندي النهارده بوت. تمام تمام. الكايند بوت مثلا الميتا داتا، قلنا الميتا داتا دي فيها الليبلز، ده جزء مهم جدا، ده خاص بجروب الكونتينرز، وفي عندي النيم، واخر رابع فيلد توب ليفل فيلد مهم عندنا سبيك. سبيك ده بنحدد فيه زي ما اتكلمنا عليه في السلايد اللي فاتت، بنحدد فيه السبيسيفيكيشن بتاعت او الديزايرد ستيت بتاعت الاوبجكت بتاعي. تمام، سواء كونتينر او ديبلويمنت، سواء بوت او ديبلويمنت او whatever. تمام، السبيك فيلد هنا بيختلف من اوبجكت للتاني. تمام، شكله بيختلف، الفيلدز اللي جوه بتختلف من اوبجكت للتاني، مش حاجه واحده. زي مثلا في البوت هنا هنلاقي ان في فيلد سب فيلد اسمه كونتينرز، بحط فيه الكونتينرز اللي انا بستخدمه، النيم، الايمج، البورتس. النيم طبعا ده بديله انا يونيك نيم على مستوى البوت. تمام، الايمج ده الدوكر ايمج او الكونتينر ايمج في حالتي دي انجن اكس. البورتس هنا الاكسبوزد بورتس. تمام، الانجن اكس بيكسبوز بورت 80، بورتس بتاخد تحتها بتاخد اري اوف اول ايمج عندنا اسمه كونتينر بورت 80. بكريت لو انا عندي البوت ده موجود في فايل اسمه بوت دوت يامل، باس تو ماي بوت دوت يامل، ممكن اعمله كرييت بالكوماند ده. هنشوف برده قدام الانواع الكوماندز واشكالها مختلفه عشان اكريت بوت. تمام، فمهم جدا ان احنا نعرف الاربعه فيلدز دول اللي موجودين عندنا، اللي هم دول ريكوايرد توب ليفل فيلدز، لازم يكونوا موجودين في اي اوبجكت سواء بوت ولا غير بوت. هنبص هنا على اليامل اوفر فيو كويكلي كده. اليامل فايل، اليامل ده عباره عن فايل فورمات زي جيسون، زي الاكس ام ال، زي الاتش تي ام ال، فايل فورمات زي سي اس في، من بيبقى جواه داتا. الداتا دي ليها غرض معين. في حالتنا احنا هنا الداتا دي زي ما قلنا بيبقى عباره عن فيها عباره عن الاوبجكت ديفينيشن. اليامل فايل كونتينز لستس واوبجكتس. خلينا نفكر فيها عباره عن لستس واوبجكتس. تمام، ده سامبل ليست بالشكل ده. لما يكون عندي لسته من فروتس مثلا، بحط داش سبيس ابل، داش سبيس اورنج، داش سبيس ستروبري، مانجو. تمام، السبيسز والحاجات دي مهمه جدا ان احنا نحتفظ بيها، يعني مش تمام، دي ليست. او ممكن تعرف بالشكل ده، يعني ممكن تعرف داش ونحطها مالتي لاين، او لاين واحد ونحط اللي هي الاخواز دي بتاعت بالشكل ده. تمام، والكوما سيبريتد. تمام، تاني حاجه في اليامل اوبجكت اللي هو عباره عن كي فاليو بير. تمام، ده مثلا امبريو ريكورد، طبعا اول سطر ده كومنت الامبريو ريكورد، مارتن ده الكي وده الفاليو، كل ده الفاليو. الفاليو عباره عن اوبجكت نيم، ده الكي، ده الفاليو، كي فاليو، كي فاليو. تمام، فانا عندي زي ما قلنا lists و objects، ممكن نميكس بينهم خلاص. وفي برضو لو عبينا نكتب اكتر من line، ممكن بالشكل ده بنحط البايب دي، عملت البايب دي خلاص، ونكتب هنا ايه مالتي لاين، بيحتفظ بالشكل زي ما هو كده.
سي مثلا لو هنعمل مثلا سي انك بتكونفيجر مثلا انت عندك مثلا كونفيجريشن فايل، والكونفيجريشن فايل ده او بياخد مالتي لاين، او عندنا مثلا في حاله الكوبرنيتيز عاوز اكتب مالتي لاين مثلا في في فيلد معين تمام، وليكن مثلا اللي زي ما نشوف قدام الكوماند والارجيومنتس اللي بتباص للكونتينر نفسه. زي ما قلنا احنا ممكن نميكس بين الاريز وال او الليستس والاوبجكتس بالشكل ده. فانا عندي ليست فيها تو اليمنتس، ادي اول اليمنت، ده اول اليمنت تمام، وده ثاني اليمنت خلاص. اول اليمنت عباره عن اوبجكت الكي مارتن والفاليو اللي هو الجزء ده، الفاليو عباره عن اوبجكت برضو، الاوبجكت الاوبجكت ده في كي فاليو بير نيم مارتن مش عارف ايه الجوب كذا، السكيلز السكيلز هنا خلاص ده الكي، الفاليو بتاعه عباره عن ليست اوكي. فزي ما قلنا السبيسز هنا مهمه جدا، هو اليامل بالمناسبه بيستخدم سبيسز مش بيستخدم تابس تمام بالشكل ده. فنفكر فيها ليستس واوبجكتس والميكس مين، لو فكرت فيها بالشكل ده هتلاقي الموضوع سهل تمام واضح. مبدئيا برضو ممكن تستخدم حاجه اونلاين فاليديتور زي الموقع ده تمام. خدنا مثلا البوت ديفينيشن حطيناه هنا سطر 5 هنا، انا حطيت تاب مكان سبيس تمام، فهو اداني ايرور يعمل فايل كانوت كونتين تابس اد انتنشن تمام. هنشوف قدام لما نيجي نستخدم حاجه زي فيم مثلا، لو انت عم تكتب لو تدخل امتحان مثلا، ففي في تريكس او في كونفيجريشن بحطها للفيم بحيث ان التاب بتاع الكيبورد عندك يحولها هو لتو سبيس او فور سبيس زي انت ما حابب تمام. ده ببساطه كده اليامل يعني عباره عن زي ما قلنا ليست اوبجكتس والميكس بينها. ممكن نبص تاني على شكل الفورمات، ادي الليست عباره عن اول اليمنت في الليست، ده تاني اليمنت في الليست تمام. خلينا نمشي على الخط بعدها. اول نقطه اتكلمنا فيها عن الكوبرنيتس اوبجكتس، يعني ايه كوبرنيتس اوبجكت، ايه هو وايه هي الفيلدز المهمه فيه وايه اللي بيحصل وازاي الكوميونيكيشن بتتم من كيوبسيت ال للاي بي اي سيرفر تمام. السكشن ده سكشن صغير هنبص فيه عن ازاي نعمل نمانج الاوبجكتس، ازاي نكريت ونديليت الاوبجكتس تمام. حد عنده سؤال قبل ما ننتقل للخطوه الجايه؟ تمام تمام عندي سؤال بس يا اتفضل تعالي صوتك شويه. السؤال بس هو انا لما جيت ذاك اشتغلت اليمن وكده لقيت الريسورس عليه قليله قوي، دي اول حاجه. يعني كان في كورس واحد بس على يوديمي، هو نفس اللي على نيوس اكاديمي، كان كورس واحد اسينشال بس. هل مثلا في كتاب كويس او كورس حد بيشرح احسن؟ ان هي طبعا حوار السبيسز ده يعني عقده، بحيث ان الواحد يتكلم حاجه كويسه ويشرح سبيس زياده او سبيس ناقصه الدنيا كلها بتبوظ، دي حاجه. الحاجه الثانيه الفيلدز نفسها اللي مثلا يعني اصلا كوبرنيتس بيستخدم يامل، فانا عايز اعرف الفيلدز نفسها يعني مثلا ايه، مثلا كلمه بوت جبتها من يعني مثلا كلمه كايند دي، اعرف ايه الفيلدز نفسها كلها بحيث والفاليو بتاعتها تبقى ايه، بحيث اقدر اعمل يامل فايل نفسي كبير مش اجيب مثلا من بره وافضل اعدل فيه. يعني كل اللي شفته مثلا على الجيت هاب كان واحد حاطط كميه يامل كتيره جدا في كوبرنيتس، وخد اللي انت عايزه وعدل. هل ينفع انا اكتب بايدي؟ يعني عايز اعرف الفيلدز نفسها جايبها منين، الكيز دي نفسها جايبها منين. ماشي شكرا. حضرتك كنت اول سؤال ده عن اليامل نفسه، ازاي تتعلم السنتكس بتاع اليامل صح كده؟ الكورس على اليامل نفسه ولا الكوبرنيتيز؟ على اليامل نفسه اللي يعني عايز واحد يعني فاهم اكتر فيه. هو سهل، هو اليامل سنتكس بسيط زي ما قلت لحضرتك. الموقع بتاعهم اللي هو اليامل دوت اورج مش فاكر، في شرح في شروحات كتير. يعني انت ممكن تقرا اي توتوريال بصراحه. الموضوع حتى لما تيجي تستخدمه مع كوبرنيتس مش هتستخدم حاجات ادفانسد كتير، هتلاقي نفسك بتستخدم بس الليستس الاوبجكتس المالتي لاين سترينج وخلاص. يعني اتوقع كده مش هتلاقي نفسك بتستخدم حاجات كتير، يعني مش هتلاقي في حاجات ادفانسد قوي في اليامل مش هنستخدمها.
فانت بيزك يوزج بس. تمام شمس. يعني البيزك يوزج ممكن اي توتوريال. يعني الاكزامبل اللي انا جايبه بتاع جايبه من ال من موقع الهات. ده يعني الاكزامبل ده اللي انت شايفه قدامك ده تقريبا ده كل حاجه انت تستخدمها في مع الكوبرنيتس. ممكن تلاقي نفسك زودت حاجه او اثنين بعد كده بتلاقي نفسك تايم، لكن ده تقريبا كل حاجه. كي فاليو بير وليست، والليست بتبدا بداش سبيس وخلاص. والاونلاين اديتورز دي او الاونلاين فاليديتورز دي بتفاليديت لك الاوبجكت وخلاص. اهم حاجه تتجنب السبيس. وبالمناسبه لو اي دي اي فاهم او اديتور فاهم اليامل الانتلي جي او اي دي اي تاني فاهم اليامل يعني فيجوال ستوديو كان شغال كويس اتوقع فيجوال ستوديو بورد ممكن بس انا مش متاكد. بس هو اوتوماتيك بيحاول لك الموضوع يعني في الاول ممكن يبقى في الاول صعب شويه بس بعد كده يعني مش انا شايف اليامل مش محتاج تاخد فيه تريننج او كده توتوريال او توتوريالز وخلاص. بالنسبه للامتحان مثلا الفيم نفسه لو استخدمته في الامتحان او تدخل الامتحان ان شاء الله في كم كونفيجريشن بتحطها بيسهل جدا الشغل مع اليامل. برضه بيحاول لك التابس سبيسز بيظبط الانتنتيشن بتاعك لما يبقى 4 سبيسز تخليها 2 سبيس تاب يساوي 2 سبيسز يعني فتلاقي الدنيا بتمشي. تاني سؤال كان بخصوص الديفينيشن بتاع الاوبجكتس نفسه. زي ما هنشوف تمام هنشوف الدوكيومنتيشن هنشوف زي مع بعض نبص في الدوكيومنتيشن تمام وهنشوف في كوماند اسمه اكسبلين. اكسبلين ده تقريبا بتقدر تشوف بيه شكل الاستراكشر بتاع الاوبجكت. بس هي ببساطه يعني لازم ترجع للدوكيومنتيشن وخصوصا لو اوبجكت ما بتشتغلش بكتير مثلا. يعني مثلا انت بتشتغل مع البوت ديبلويمنت او لو حتى مثلا اوبجكت من هو كاستمر سورس ديفينيشن حد عامل اوبجكت مثلا من نوع خاص لازم ترجع للدوكيومنتيشن. بس في النهايه ممكن زي ما قلت لك مع الاستخدام وفي كومنتس بالمناسبه كمان مهمه جدا كومنتس بتجنريت لك الفايلز دي انت مش مضطر تحفظ. تمام هنشوف كام ده بالظبط تفصيل قدام. تمام كوبرنيتس اوبجكت مانجمنت. كوبرنيتس اوبجكت مانجمنت هنا بيتكلم عن ان احنا ازاي نقدر نكرييت المانج اوبجكتس. عندنا اكتر من طريقه اهمهم طريقتين امبيراتيف كوماند وديكلاراتيف اوبجكت كونفيجريشن. امبيراتيف كوماند دي تمام دي سمبل واي جيت ستارتد. نقطة انك بتكريت الاوبجكت عن طريق امبيراتيف كوماند بتقول للكوبرنيتس او كيوب ستيل انا عاوز run engine x انت بتكريت بوت كيوب ستيل run engine x كده بتكري ايمج سام انجن اكس انت بتكريت بوت بتعمل كرييت لبوت تمام. البوت ده اسمه انجن اكس احنا قلنا في حاجه اسمها نيم في البوت وفي حاجه اسمها ايمج. اسمه انجن اكس الايمج بتاعته اللي هي الانجن اكس ايمج تمام. وريستارت دي ريستارت بوليسي كنا عليها من شويه اللي هي البوليسيز وكده. ريستارت بوليسي نيفر ريستارت نيفر يعني لما الكونتينر ده او البوت معنى صح البوت ده يحصل له شت داون ما تعملوش ريستارت تاني تمام. ده احد الكومنتس اللي هو الامبيراتيف كومنت. الديكلاراتيف كومنت برضه السؤال اللي كان بيسالني شويه ازاي ان انا جنريت الكومنتس او ازاي ان انا ما احفظش الكومنتس. هنشوف ازاي ان احنا الكومنت ده نجنريت منه الفايل نفسه اليامل فايل في العمل ان شاء الله. في جزء العمل ازاي هنشوف انه جنريت اليامل فايل ونعدل تعديلات بسيطه بس. الديكلاراتيف اوبجكت كونفيجريشن خلاص احنا بنعرف من كرييت اوبجكت بنحط فيه الاوبجكت ديفينيشن نخزنه لوكالي مثلا او ممكن يبقى ريموت على اتش بي سيرفر مفيش مشكله تمام. ومن ابلاي او من كرييت الكوماند من ابلاي الفايل نفسه كيوب ستي ال ابلاي داش اف والاوبجكت ديفينيشن او ديفينيشنز ممكن يكون اكتر من اوبجكت عادي تمام. فبالتالي هو بيكرييت او بيابديت الايه الاوبجكت بتاعه تمام. فدي مينلي الطريقتين عشان امانج او كرييت كوبرنيتس اوبجكتس يا اما امبيراتيف عن طريق كيوب ستي ال ران او ديكلاراتيف عن طريق كيوب ستي ال ابلاي وادي له اسم الفايل تمام. هندخل بقى في موضوع النهارده اللي هو البودز. زويدي بعد اذنك
لو بس لو تلمح لنقطة موضوع الفيرجن ساعة الـ API وفي حاجات ديبريكيتد وفي حاجات تمام انت قصدك في الكيوب سي ال ران زي مثلا دراي ران مثلا بعد دراي ران سوي كلاينت في العمل تمام كده كيوب سي ال ران كوماند ده بياخد بارامترز كتير مش دول بس البارامترز بس دي البارامترز اللي بتشغل الكيوب سي ال انا عايزك عشان كنت اكريت كونتينر اكريت بوت اسف بستخدم الكوماند ده هنشوف قدام ان انا عاوز مش عاوز اكريت بوت انا عاوز اجنريت الفايل واعدل فيه تمام ففي بارامتر اسمه دراي ران دراي ران واقول له طلع لي الاوتبوت بشكل كامل تمام فهو اوتوماتيك هيجنريت الفايل اللي هو البوت فايل بتاعي او الاوبجكت فايل بتاعي اقدر اعدل فيه فدراي ران الكونفيجريشن اسمها دراي ران كان اتغيرت من اول فيرجن 1.18 تقريبا بقى اسمها دراي ران لازم اقول له انا عاوز كلاينت سايد ولا سيرفر سايد فبقول له دراي ران كلاين ايكوال كلاينت عشان يجنريت البوت كأنه كلاينت سايد بال 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 بالفيلدز اللي محتاجها الكلاينت بس تمام هنشوفها برضو اكتر لما يجي يشتغل عملي زي ان احنا نجنريت زي ما باشمهندس كان بيسال من شويه انا مش عاوز احفظ فانا في الحاله دي هستخدم الكوماند ران بس مش هران على طول لا انا هقول له اعمل دراي ران زي ما باشمهندس احمد مهال خلاص وطلع اوتبوت بشكل يامل بحيث اقدر اعدل فيه مثلا واعمل له ران تمام هنشوف برضو بعملي اكتر يعني لما يدخل يوصل الدم البوتس البوتس ذا بيزك اكسكيوشن يونت اوف كوبرنيتس ابلكيشن البوتس هو ممكن تقول هو الكور يعني هو الحاجه اللي كله بيشتغل عليها يعني سواء ديبلويمنت او سيرفيس او كده يعني فهو الابلكيشن بتاعك ابوت ريبريزنتس ا بروسيس ريبريزنتس بروسيسز رانينج اون يور كلاستر ده البروسيس بتاعك ده الجو ابلكيشن ولا الدوت نت او الجافا ده الابلكيشن بتاعك نفسه اللي هو فيه اللوجيك بتاعك ابوت انكابسوليتس ان ابلكيشنز كونتينر بينكابسوليت كونتينر كونتينر سواء دوكر او غيره تمام a single instance of an application in Kubernetes ده معنى البوت البوت عباره عن حاجه بتنكابسوليت وان اور مور ابلكيشنز تخيل ان ده البوت ودي ابلكيشنز جوه البوت تمام هو في العاده بيبقى ابلكيشن واحد بس ممكن يبقى فيه اكتر من ابلكيشن تمام البوت كان ران مالتيبل ريليتد كونتينرز طبعا كل كونتينر بيمثل ابلكيشن dont think back end front end يعني لا الناس بتفكر كده مش صح يعني ما تقولش انا عندي بوت تمام احط فيه التو كونتينرز واحد بتاع الانجلر والتاني بتاع الجافا مثلا او بتاع دوت نت لا ده مش صح البوت مش معمول عشان حاجه خاطر حاجه زي كده البوت فيه باترنز للمالتي كونتينر هنتكلم عليها قدام ان شاء الله لكن مش عشان نحط فيه تو تيرز من الابلكيشن بتاعي من انتير to scale your application horizontally you should use multiple bots تمام او برضو المالتيبل بوتس دي بنستخدمها داخل الديبلويمنت زي ما قلنا ان انا بتاج البوت بتاعي بليبل معين تمام بعد كده بكرييت الديبلويمنت بحيث تريفير للبوت ده تمام فهنشوفها برده قدام الديبلويمنت فده البوت اللي هو البيزك اكسكيوشن يونت من جوه الكوبرنيتس each bot حته دي مهمه each bot is assigned a unique IP address الاي بي ادرس خد بالك هنا على البوت مش على الكونتينر يعني لما يكون عندي بوت في تو كونتينرز التو كونتينرز هم نفس الاي بي احمد كان اتكلم في السيشن الاولانيه تقريبا عن النيم سبيسز السي اليونكس نيم سبيسز فكان كان معاك كم نيم سبيس منهم النتورك نيم سبيس فهنا التو كونتينرز المفروض ان الكابسوليشن بيتم عن طريق ان بنعزل الكونتينر ده على مستوى على الليفل بتاع اكتر من نيم سبيس اللي هو البروسس اي دي والنتورك واكتر من حاجه تمام هنا لما يكون عندك تو كونتينرز رانينج ان ذا سيم بود فالاثنين بيشيروا نفس النتورك نيم سبيس مفيش هنا بينهم ايزوليشن الاثنين داخل نفس النتورك نيم سبيس تمام فبالتالي كونتينرز انسايد ا بود can communicate with one another using local host كأنهم two processes على نفس الماشين تمام
abort can specify a set of shared storage volumes. طبعا هنتطرقها برضو هو في المستقبل ان البوتس بس مش بتشير نتورك نيم سبيس، لا ممكن تشير الستورج فوليومز عن طريق الماونتنج وكده، يعني تقنيه الماونت هتشوفها برضو قدام في السيشنز قدام. يعني all containers container in the bot can access the shared volume allowing these containers to share data. طبعا دي بتستخدم في الباترنز اللي هنتكلم عنها قدام اللي هو المالتي كونتينر بوت، بيسموها سايد كارد، مع لما يحبوا يتكلموا عنها بشكل عام قوي بيقولوا سايد كارد وكونتينر. تمام، كل ده هنتطرق له قدام مش في السيشن النهارده، السيشن النهارده تكون البيزكس بس. When a bot gets created it is scheduled to run on a node in your cluster زي ما احمد اتكلم عنها ومشنتش عارف اتكلم عنها قبل كده. تمام، ان scheduler عندنا هو بيسكيجول البوت ده على نود cluster. Bots do not by themselves self heal، دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. البوت نفسه مش بيسلف هيل، يعني معنى صح البوت ده لو مات باي سبب من الاسباب، كان مثلا النود نفسها حصل لها، يعني مثلا عندي مثلا 3 نودز في الكلاستر، في وركر نودز في الكلاستر، لو النود اللي عليها البوت دي حصل لها ماتت مثلا، حصل لها فيلير، البوت نفسه مش هيقوم تاني. فالبوت مش بيسلف هيل، وزي ما هنشوف في المستقبل البوت عشان يحصل له سيلف هيلينج لازم يبقى انكابسوليتد او مستخدم جوه كنترولر، وهنشوف الكنترولرز دي في المستقبل زي ديبلويمنت كنترولرز وريبليكا سيت كنترولرز وكده. لكن البوت نفسه مش بيسلف هيل، البوت لو حصل اي مشكله فيه مش هيقوم تاني. Bots are not intended to be treated as a durable entity. تمام، والبوت دي نقطه برضه مهمه، ان البوت بتاعي مش durable، يعني انا ما المفروض انا كراجل مبرمج بكتب كود وهيحصل ديبلويمنت كبوت، المفروض الستيت عندي ما يبقاش فيه اي ستيت، الستيت عندي بكتبها في مكان ما، في داتابيز، في فايل سيستم، في شيرد فوليوم او كده. لكن البوت نفسه انا المفروض الكود بتاعي يبقى عامل حسابه ان البوت يموت ويحصل ريستارت او يموت ويحصل ويقوم بوت تاني من غير ما الابلكيشن بتاعي ما يتاثر. تمام؟ ما يتاثر من ناحيه انه يلوز داتا، يعني مش يتاثر كبرفورمانس او كريلابيلتي، لا دي قصه ديبلويمنت، بس انه ما يحصلش لوز للداتا نتيجه ان البوت بتاعي بيحصل له مثلا بيموت ويقوم في اكتر من، فاهم؟ فالنقطة عندي البود عندي مش durable entity. تمام؟ Users should not create bots directly. ده اللي هنشوفه في قدام برضه. البود هنا طبعا ده ممكن create bot directly كتستنج وكده يعني زي ما هنشوفه النهارده. لكن في البرودكشن او real case البود بيحصل له creation جوه يعني object high level عنده. زي deployment، زي الكرون job، زي الجوب. تمام؟ فهو البوت هو البيزك يونت بس مش بيستخدم لوحده، وعرفنا ليه مش بيستخدم لوحده عشان خاطر هو مش بيسيلف هيل مثلا وكده. تمام، تقريبا احنا خلصنا الجزء الثيوريتيكال، يعني هدخل نبص على شويه كومنتس قبل ما ادخل في نبص في على الديمو. فلحد اللي عنده سؤال ولا حاجه تمام. في سؤال من الشباب، داخل البوت كل كونتينر عنده اي بي لوكال خاص؟ لا، احنا قلنا الاي بي شيرد بين كل الكونتينرز اللي هو البوت، يعني لو في اثنين كونتينر 3 كونتينر هو بوت واحد، فالثلاثه دول لهم اي بي واحد، ليهم بورتات واحده. تمام، ليهم شايفين بعض لوكال هوست. عمر برضو بيسال نيم سبيس، يعني سمع النيم سبيس كتير، فايه فايده النيم سبيس؟ هنفرق هنا بين اليونكس او اللينكس نيم سبيسز وكوبرنيتس نيم سبيسز. هنشوف قدام شويه الكوبرنيتس نيم سبيسز دي عباره عن زي ما تقول كده جروبنج لل عامله زي نفس فكره الباكجنج والنيم سبيسز اللي موجوده في البروجرامنج لانجوج، ان هي عباره عن زي نيم سبيس جواه مجموعه من الاوبجكتس. دي فكره النيم سبيس جوه الكوبرنيتس. اما كلمه يونكس نيم سبيس هنا او لينكس نيم سبيس هنا، انا قصدي بيها اللي هي اللينكس نيم سبيسز اللي هي بتخلي الكونتينر كونتينر. انت احمد اتكلمت عنها في الاول سيشن، يعني ايه نيم سبيس ويعني ايه كونتينر اصلا؟ ان هو عباره عن بروسيس ايزوليتد عن طريق على ست مستويات تقريبا، او مش فاكر كم نيم سبيس، ان البروسيس نيم سبيس
نتورك نيم سبيس مش فاهم في كام نيم سبيس دي حاجه بتخلي تعمل الفصل بين البروسيسز وبعضها اللي هي اللينكس نيم سبيسز تخلي كل بروسيس والتانية مش شايفين بعض دي لها دي كانها في نيم سبيس لوحدها ودي نيم سبيس فاهم قصدي انفستنت ما معاها بالظبط دي اللينكس نيم سبيسز اما زي ما قلنا الكوبرنيتيز نيم سبيسز دي على مستوى الكلاستر نفسه جلوبال اوبجكتس اللي هو الكلاستر تمام تمام هنا هنشوف بقى شويه ال working with kubectl kubectl احنا قلنا kubectl ده صديق الشخص اللي اشتغل على كوبرنيتيز كلاستر يعني هو صديقك يعني فعندنا شويه كومنتس تمام اول كومنت قلنا ده الامبيراتيف كومنت kubectl run وبديله اسم تمام ده اسم البوت بتاعي بسميه ماي بوت وبديله الايمج بتاعتي انجن اكس واقول له ريستارت نيفر عشان ما يحصلش ريستارت لما ده بيبقى مهم جدا الريستارت نيفر دي مثلا لو هشغل مثلا نون سيرفر بوت زي مثلا اوبونتو ولا عشان ما يقعدش ريستارت تمام كرييت ممكن كرييت واديله داش اف ودي اسمه الفايل فهياخد هيعمل كرييت لكل اوبجكتس اللي موجوده بالفايل ده ابلاي هنا هي كرييت لو الاوبجكت مش كرييتد او هي ابديت لو الاوبجكت كرييتد ايديت بوت هنا بيعمل ايديت للبوت نفسه تمام فاقدر ايديت بيفتح اللي هو كانه بيفتح الايديتور كده بقيت المعلومه اللي انا عاوزها مثلا في البوت مثلا وسيف فيبعت الابديتس دي للسيرفر هنشوف برده كام ان شاء الله كيوب ديليت بيديليت البوت كيوب جيت بوتس بيليست كل البوتس اللي موجوده في النيم سبيس اللي انا قلت فيه تمام الكونتينر اللي موجود جوه البوت تمام ممكن ياخد كوماند وممكن ياخد ارجس فلاج الكوماند فيلد وارجس فيلد الكوماند وارجس دي ده الكوماند اللي هيرن والارجيومنتس اللي هبصيها للكوماند تمام دي بتحصل في يوز كيسز معينه مش في كل الكونتينرز كاني مثلا انا عندي انجن اكس كونتينر وعاوز ابصيله ارجيومنتس معينه فانا الكوماند اللي راننج اوريدي جوه الانجن اكس اسمه انجن اكس ده الكوماند نفسه فانا لو عاوز اباصي ارجيومنتس معينه بستخدم الاركس فلاج اقول له مثلا اوتيفر ارجيومنتس بباصيها للانجن اكس تمام بتيجي تاخد بالشكل السنتكس ده باجي اقول له مثلا انا هكريت هنا ده بود عادي تمام ده اسمه كوماند ديمو تمام الايمج بتاعتي بيزي بوكس هنا بسيط كوماند واركس الكوماند برنت انف ده كوماند في اللينكس برنت انف بيتبع الانفيرمنت فاريبل بعت له تو انفيرمنت فاريبلز تمام هوست نيم وكوبرنيتس بورت فنيجي هنا لو عملنا له تمام ابلاي الفايل ده خلاص بعد كده حبينا نشوف اللوجز بتاعت الكونتينر ده او البوت ده فلاقي طبعا هنا الهوست نيم وطبعا هنا الكوبرنيتس بورتس تمام يعني هو نفذ الكوماند بقى كوماند وارجيومنتس تمام ممكن هنشوف برضو التفصيل وايه الفرق بينه وبين الدوكر انتري بوينت والكوماند وكده في السلايد اللي جاي ممكن ياخد زي ما اتفقنا ان هو الري فالاري ممكن ياخد شكلين يا اما شكل الاقواس كده تمام او شكل الداش تمام بالشكل ده والشكل ده الاثنين دول equivalent هنا مقارنه بيقارن بين الدوكر الدوكر عنده حاجه اسمها سي ام دي وانتري بوينت والكوبرنيتس عنده حاجه اسمها كوماند واركس فهو بيقول لك الانتري بوينت اللي موجود جوه الدوكر انت تعرفه الدوكر فايل مقابل ليه الكوماند اللي موجود هنا والسي ام دي اللي موجود في الدوكر مقابل ليه اركس تمام هنا بيشرح لك بيقول لك لو انت عندك مثلا دوكر متعرف فيه انتري بوينت وانت عرفت فيه اركس فبي اوفررايد السي ام دي اللي انت حاطه في الدوكر فايل تمام لو انت عندك دوكر فيه انتري بوينت وكوماند وعرفت هنا في البوت ديفينيشن كوماند واركس فبي اوفررايد بوث تمام هنا بيقول لك امتى بتقول ايه بي اوفررايد ايه وامتى تمام بس انت كده هتاخد دماغك الانتري بوينت الكوبرنيت اسمها كوماند السي ام دي اسمها اركس تمام واظن يعني اي حد اشتغل كتب دوكر فايل شاف الانتري بوينت وشاف السي ام دي
كونتينر بورت هنا باكسبوز البورت اللي موجود عندي. انا عندي مثلا انجن اكس تمام، انا اتليست انا لازم اعرف تو فيلدز في الكونتينر عندي، الاسم والايمج تمام. لو عندي مثلا سيرفر بيرننج انجن اكس مثلا بيرن على بورت 80، فانا بقول له البورتس انا عندي كونتينر بورت 80 بحط البورت بتاعي. طبعا دي مش مانداتوري ولو مش موجوده هيفضل برضه اكسبوزد، بس دي كانها نوع من الدوكيومنتيشن زيها زي البورتس اللي برضه في الدوكر فايل كده. كده البورت موجود تقدر تعمله مابينج في الدوكر تمام، بس نوع من الدوكيومنتيشن عشان خاطر حتى يعني مثلا الكومنت بتاع الاكسبوز، في كومنت اسمه اكسبوز لما تحب تكسبوز ديبلويمنت مثلا كسيرفيس زي ما هنشوف، بتقرا الفاريبلز او بتقرا البروبرتيز دي وبتستخدمها تمام. في كوماند عندنا مهم طبعا اسمه كيوب سي تي ال ديسكرايب. ديسكرايب بقول له ديسكرايب والاوبجكت تايب بتاعي بوت مثلا تمام، والاسم اسم البوت انجن اكس، فده بيديسكرايب بيجيب لي معلومات كامله عن البوت ده من اي بي والكونتينر اي دي والايمج والبورتس تمام، معلومات كامله. من ضمن المعلومات دي الايفنتس، وده جزء مهم جدا. في اخر الفايل عندي في اخر الكيوب سي تي ال ديسكرايب كوماند في سيكشن الايفنتس، ده بينفع في ترابل شوتينج. سي مثلا انا عملت كي او كيوب سي تي ال ران ماي انجن اكس ايمج واديته اسم الايمج غلط تمام، المفروض انجن اكس في اي ناقصه تمام. هو هيقول لك كريتد، هاخد منك هشتري منك وخلاص. فانت عاوز تعرف الستاتس فتقول له كيو كيوب ستيل جيت بوتس. كي هنا الياس، يعني هي الياس في لينكس حاجه اسمها الياس، بتالياس كوماند وكوماند تاني، بدل ما تكتب كيوب ستيل كامل بنكتب كيو خلاص. وهنشوف برده لو وصلنا لها في الديمو. كي جيت بوتس تمام، في الحاله دي هيديك ايرور ايمج بول، ما يقدرش يعمل بول للايمج. عاوزين نعرف التفاصيل بالظبط ايه المشكله، فنقدر نقول له كيوب ستيل ديسكرايب بوت ماي انجن اكس. كروبس دي ديسكرايب الاوبجكت بتاعي، ده الباترن بتاع معظم الكوماندز هنا. تديله الاوبجكت، بتديله الكوماند بتاعي، بعد كده التايب بتاع الاوبجكت، وبعد كده اسم الاوبجكت كروبس دي ديسكرايب بوت ماي انجن اكس تمام. هتلاقي هنا هنبص فيلد تو بول ايمج كذا مش عارف ايه 4 نون مش عارف ايه اكسس 9، هو هنا الايمج ما لهاش، مفيش ايمج بالشكل ده تمام. فانت اول ما تبص كده تعرف انت كتبت غلط، الايمج اسمها غلط، فبتروح تعدلها وكده وشكل تمام. تاني حاجه من الترابل شوتنج برضو في البوتس اللوكس. ساعات مثلا بيبقى في مشكله بتيجي تشتغل كونتينر، زي مثلا الاتش اي بروكسي، مثلا كده اتش بروكسي. الاتش اي بروكسي عباره زي حاجه زي الانجن اكس، هو ريفرس بروكسي مش سيرفر، بس هو ريفرس بروكسي. الاتش اي بروكسي لما تيجي تشغله ككونتينر جوه الكوبرنيتيز بيضرب، لازم تباصي له كونفجريشن فايل تمام. هتعرف ازاي غير لما تدخل بكيوب ستي ال، لما تيجي تقول له ديسكرايب بوت هو سحب الايمج عادي ما فيش اي مشكله وعمل لها ران ما فيش مشكله تمام، بس لما جت الايمج تقوم ضرب الابلكيشن نفسه الباينري نفسه جوه الكونتينر ضرب. بنعرف ازاي؟ عن طريق لوجز، كيوب ستي ال لوجز يوديه اسمه البوت، فبيجيب لي اللوجز بتاعت الستاندرد اوت بتاعته، فاقدر اشوف المشكله. ممكن نبص عليها برضه تمام. في اكزيك كيب ستيل اكزيك، دي انا عاوز ادخل جوه الكونتينر. دلوقتي انا عندي كونتينر راننج او عندي بوت راننج في 1 اور مور كونتينرز، اقدر ادخل جواه بالكوماند اكزيك، شبه اللي موجود في دوكر اكزيك داش اي تي واسم البوت تمام. لو في كونتينر ولا كده في مالتي كونتينر ممكن اسم الكونتينر هنا داش داش والكوماند. انا عاوز ادخل بانفذ باش يقدر يديني تيرمينال انتراكتيف، يقدر يديني تيرمينال. ممكن ارن كوماند زي كده، ارن بوت يخليه ينفذ كوماند وريموف البوت ده بعد ما بخلص. هي في اكتر من اوبشن يعني تقدر تستخدمها عشان تلوجن جوه الكونتينر بتاعك. ازاي اعرف الفيلدز؟ كان شلون ازاي اعرف الفيلدز بتاعتي؟ الفيلدز نقدر نعرفها باكسبلين، كيوب ستيل اكسبلين او من الدوكيومنتيشن. دي طريقه سهله، اكسبلين طريقه سريعه. كيوب ستي ال اكسبلين وادي له الباث بتاعي انا، بوت سبيك كونتينرز دوت بورتس كونتينر بورت، فيقول لك
التايب بتاعه بياخد الداتا تايب بتاعه ايه والديسكريبشن بتاعه. في داش ريكيرسيف فممكن يجيب لك كل حاجه تحتها، ممكن يجيب لك كل التفاصيل كمان. جيت بوتس، جيت بوتس قلنا بتليست البوتس اللي موجود عندي في النيم سبيس دي. لما احب افلتر ليبل معين اقول له داش ال وادي له الكي والفاليو بتاع الليبل ران انجن اكس. تمام، هقدر اقول له شيلب شو ليبلز عشان يظهر لي الليبلز كل الليبلز اللي موجوده. ممكن اقول له داش او وايت، تمام، جيت بوتس داش او وايت بحيث يعرض لي معلومات اكتر يعني لانه بيعرض الاي بي بتاع البوت او الكونتينر او البوت اللي موجود. نيم سبيسز هنا كنت كوبرنيتس نيم سبيسز هنبص عليها بسرعه. احنا قلنا نيم سبيسز كوبرنيتس سبورت مالتيبل فيرتشوال كلاسترز باكد باي ذا سيم فيزيكال كلاستر. These virtual clusters called namespaces. هو يعني بعد اذنك في احد الشباب بيقول ما فهمت فائده الاكسبلين، لو بس توضحها ثاني. اه تمام، اكسبلين زي جزء من الدوكيومنتيشن. يعني انت دلوقتي عندك بتكتب، انت دلوقتي ما عندكش اكسل دوكيومنتيشن وبتحاول تعدل في كوبرنيتس يعمل اوبجكت يعمل ديفينيشن. تمام، انت مش حافظ ال مش حافظ وما عندكش اكسل دوكيومنتيشن، فانت تيجي تقول له اكسبلين. خلينا نرجع للاكزامبل كده، كيو سي تي ال اكسبلين، قلت له بوت بس هيقول لك البوت ده جواه سبيك واي بي اي فيرجن، هيجيب لك التوب ليفل بروبرتيز كلها. تمام، انت هنا مثلا عاوز تقول اكسبلين كونتينر بورت، كونتينر بورت مش عارف بتاخد ايه، ايه الانبوت بتاعها او ديفني او ديسكريبشن عليه، فهو يقول لك كونتينر بورت التايب بتاعها كذا وبتاخد من كذا كذا، زي ديسكريبشن لل بتاخد هنا. لو نرجع كده لاي كوبرنيتس ديفينيشن، بوت ده بوت، تمام، جواه سبيك، فانت بتقول له بوت ده بوت دوت سبيك دوت كونتينرز دوت بورتس دوت كونتينر بورتس. هو يقول لك انت ممكن تقول له بوت بس، هيقول لك البوت ده بتعرف بيه بوت وجواه مثلا كذا وكذا وكذا. بوت دوت سبيك هيقول لك سبيك جواها كونتينرز. على حسب انت عارف يعني الليفل ايه بالظبط، ممكن من اول البود لغايه اما توصل لبروبرتي معينه كمان لو انت حافظ الكي. بالظبط، انت هو بيساعد، انت مثلا استكيت عند حاجه معينه ومش عارف اسم البروبرتي ايه بالظبط، انت مثلا عارف البورتس بس ما بتعرفش تحتها ايه. يعني يعطيك تايب مثل في البروجرامينج، بيعطيك التايب لكل فيلد، بيديك التايب والديسكريبشن على كل فيلد. يعني كبروغرامينج مثلا، كخلفيه بروغرامينج، انت بالكودينج بتحط تايب لكل مثلا انتجر. صوت بعيد قوي. نفس الشيء يعني بيعطيك انه كل حق الصوت يا خالد بعيد شويه لو تعالي شوف. هل هو يعني مثل البروغرامينج بيحدد لك انه التايب اللي هو الانتجر ولا الليست ولا سترينج على الحقل نفسه؟ طبعا هو بيحدد لك التايب وبلس ديسكريبشن، بيحدد لك التايب اللي بياخده. هو هنا واخدين جزء البروجرامنج معانا فعلا. نجربها في الديمو هو دي خلاص تبان اكتر يعني. تمام، اكيد ان شاء الله نوصل في الديمو برضه، هنشوف مع بعض. تمام، او بيديك ديسكريبشن عن الـ تايب والـ هنا الفاليديشن، مش تبقى عارف ان اقول لك من اخر. تمام، زي ما قلنا النيم سبيسز. تمام، النيم سبيسز هي عباره عن فيرتشوال كلاستر، عباره عن جروبنج. طبعا دي غير اللينكس نيم سبيسز اللي خاصه بالنتورك، وان بتخلي تو كونتينرز لهم نفس الاي بي ادرس. الكوبرنيتس نيم سبيسز فيرتشوال كلاستر عباره عن يوز انفايرمنتس وذ ميني يوزرز سبريد اكروس مالتيبل تيمز. يعني ممكن تعمل مالتيبل نيم سبيسز، كل نيم سبيس لتيم معين او لستيج معينه في بروجكت، ماي بروجكت برودكشن، ماي بروجكت تيست، ماي بروجكت، وهكذا. Namespaces are a way to divide cluster resources between multiple users. ودي كويسة برضو، ان انت تقدر تحط quotas، resource quotas على namespace. تقدر تقول مثلا انا عاوز مثلا 10 CPU 10 VCPU مثلا و 4 جيجا مثلا RAM مثلا للtest cluster مثلا. فده resource quota على كامل namespace. تمام؟ ده غير طبعا ان هو ايه بيسيبريت او عبارة عن separation between the logics بتاعتك في السيستم عندك. فانا ممكن تعمل نيم سبيسز بالتيم بير بروجكت بير ديبارتمنت وات ايفر. محمد مش عارف ليه انت مفرق بين اللينكس نيم سبيسز والكوبرنيتس نيم سبيسز. يعني كوبرنيتس نيم سبيسز ايه معلش ايه الكوبرنيتس نيم سبيسز امبلمنتد على اللينكس نيم سبيسز، مفيش فرق
يعني هي نفس الكونسبت هي. لا لا مش قصدي، انا قصدي كوبرنيتس لما تيجي تقول له بس في الاخر التكنولوجي اللي من تحت هي لينكس نيم سبيس. بص الكونتينرز نفسها بتستخدم لينكس نيم سبيس، الكوبرنيتس بتستخدم الكونتينر، يعني الكونتينر نفسها بتستخدم كوبرنيتس نفسه. كوبرنيتس بيستخدم حاجتين، بيستخدم لينكس نيم سبيس عشان يرن البوتس، وبيستخدم النيم سبيس كفيرتشوال كلاستر. انت قصدك يعني على اساس بين يعني مثلا في نيم سبيس مثلا زي كيوب سيستم دي موجوده مثلا بين حاجه مختلفه ملهاش اي الكيوب سيستم ده مش اي علاقه باللينكس نيم سبيس. لا ما الكيوب سيستم ده لينكس نيم سبيس في حد ذاته. لا 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 مش لينكس نيم سبيس، الكيوب سيستم ده فيرتشوال كلاستر. اللينكس نيم سبيس 6 او 7 نتورك، ده حاجه لها علاقه باللينكس نفسه ملهاش اي علاقه بالكوبرنيتس. ما هو الفكره مش عارف انا بالنسبه لي هي ليفل اوف ابستراكشن، انما هي في من تحت هي لينكس نيم سبيس. لينكس نيم سبيس بيستخدمها في الكونتينرز تكنولوجي نفسها، ان الكوبرنيتس نفسه يعني بيستخدم لينكس نيم سبيس هي السي جروبس وال ايوه السي جروبس يعتبر نيم سبيس من نيم سبيسز فعلا. فانت الكيتس نيم سبيسز هي نفسها ده بس ليفل اوف ابستراكشن، من تحت امبلمنتيشن لينكس نيم سبيس سايد. ممكن تعقيب اخ محمد؟ اتفضل. النيم سبيس سيس ملهاش علاقه بالسي جروبس، السي جروبس كيرنل فيتشرز والنيم سبيس از ذا كيرنل فيتشر. تمام. السي جروبس تو كونتين ريسورسز، يعني زي ايش مثلا؟ زي ما تكلم مفهومه البدايه مثلا البود، لما انت تكتب ليميتنج ريسورسز نحتاج 100 ملي سي بي يو، نحتاج 2 ميجا بايت، هذه سي جروبس. تمام. النيم سبيس زي ما تكلم محمد في البدايه على النتورك. تمام. تمام. فكل بود has its own network namespace. تمام. namespace في Kubernetes زي ما قال محمد حتى هو في البداية إن it's not the kernel namespaces. It's actually like يعني لو أنت اشتغلت Azure زي resource group في Azure، بحيث إنك أنت مثلا عندك application، مثلا عندك application Bayroad هتحطها في namespace لحالها، عندك application Thursday breakfast تحطها الـ namespace لحالها، والـ namespace هو ممكن تعطي عليه cluster admin، يعني ممكن تعطي عليه project admin. فهي الـ namespace في الـ Kubernetes عبارة عن abstraction to contain the resources that you need for one solution. الـ cube system عادة كان يستخدم للأشياء اللي هي علاقة لها بالـ Kubernetes زي مثلا core DNS الأشياء زي هي، لكن مش شرط. يعني مثلا في ريد هات الكيوب سيستم، في ريد هات اوبن شيفت 4 هتلقاه فاضي ما في شيء، لكن مرات مثلا سبلانك لو انت شغلت سبلانك على كوبرنيتس هيستخدم الكيوب سيستم تو ديبلوي هيز بودز. تمام. فالنيم سبيس عباره عن ايزوليشن للريسورسز وللبرميشنز، ملاش علاقه لكن بال ممكن النيم سبيس هو يكون على الويندوز، الويندوز ما فيهاش لينكس نيم سبيسز، الكونتينرز بتاع الويندوز نيتف ما فيهاش نيم سبيسز، لان الكونتينر يعني از ان اوبجكت في الويندوز لكن از نوت ان اوبجكت في اللينكس كيرنل. تمام. واضح الله يعطيك الف عافيه يا باشمهندس. انا متفق معاك 100% زي انت حضرتك ما قلت الكنترول جروبس او السي جروبس بتكنترول الريسورسز. متفق معاك 100% على كلامك على راسنا من فوق. اللينكس نيم سبيسز ده ايزوليشن ليفل بتوين البروسيسز نفسها. الكوبرنيتس نيم كوبرنيتس نفسه بيستخدم اللينكس نيم سبيسز دي عن طريق انه بيستخدم كونتينر تكنولوجي. هو في نفسه عنده حاجه اسمها نيم سبيسز جروبس او باكج من الاوبجكتس مع بعض، زي ريسورس جروبس مثلا في الاجر، باكج من اوبجكتس مع بعض تاخدها اعمل بيها حاجه معينه تبع بروجكت مثلا، تبع تيم او وات ايفر انفايرمنت مثلا برودكشن ديف. تمام. فزي ما قلنا كده في مجموعه نيم سبيسز، كيوب سيستم والديفولت، كيوب بابليك وكيوب نود ليز. كيوب سيستم في الفانيلا كوبرنيتس بيبقى فيه كل دايما كل الاوبجكتس اللي لها علاقه بالسيستم نفسه، كوبرنيتس سيستم نفسه. الديفولت ده بيبقى الديفولت عندك لو ما حددتش نيم سبيس الاوبجكت بتاعك بيبقى موجود جوه. تمام. ازاي ارن الاوبجكت بتاعي، ارن الاوبجكت سواء البوت او غيره، هو النيم سبيس بحدد بقى في فلاج عندي بقول له داش داش نيم سبيس وادي له اسم النيم سبيس. لازم النيم سبيس ده يكون موجود عندي، بعمل له كرييت كيوب سي تي ال كرييت نيم سبيس وادي له اسم النيم سبيس.
تمام؟ مش مثال لكرييت. نفس فكره الكيوب سي ال كرييت واديله نيم سبيس واديله اسم نيم سبيس فبيكريت لي نيم سبيس واقدر استخدمه بالشكل ده. تمام؟ اقدر ابنت دي على معظم الكومنتس بحيث انفذ الكومنت ده جوه النيم سبيس. فانا لو عاوز البوتس اللي جوه النيم سبيس اللي اسمه كاندي نيم سبيس اقول له جيت بوتس داش داش نيم سبيس كاسم. طبعا داش ان فور شورت يعني ممكن تستخدم داش ان. تمام؟ دي اللي حبيت اغير النيم سبيس اللي في الكرنت كونتكست. احنا كده خلصنا الجزء بتاع الجزء النظري قبل ما نخش في الديمو. لو حد عنده سؤال او كده في فاصل دلوقتي هنبدا ناخد كهوت كام سؤال كده في كهوت نتسلى فيهم مع بعض. حد عنده سؤال ولا حاجه؟ تمام. خلينا ستوب شير واشير الكهوت. تمام. خلينا نفتح كلنا الكهوت. لما مش فاتح كهوت خليه يفتحه. kahoot.it kahoot.it. تمام kahoot.it. اوكي. طيب الجيم بن باشا. تمام ابدا. ستارت. ظهر الشاشه. تمام. الاسامي المره دي باينه. نشوف مين اللي هيفوز بدل الحاجات الغريبه المره اللي فاتت. هلا احنا معانا 27 واحد في الكول دلوقتي. بيبقى حلو كهوت كده تحس ان في حماس كده بيعمل جو حماس شويه. يلا شباب. اسئله سهله المره دي يا جدعان. اللي شغال من الموبايل بس اظن محتاج هيبقى صعب بالنسبه له. يعني في ناس اتصلت معايا المره فاتت وقالوا ان هو كان فاتح اصلا الميتنج من الموبايل فكهوت كان بيظهر قدامه الاجابات بس ما كانش بيظهر السؤال. ايوه ما هي تريكه في كده اصلا. فيمكن محتاج يفتح الابلكيشن مثلا. لا انا فاتحه من الموبايل دلوقتي ويب موبايل عادي. مش هتلحق بقى تجاوب كده. انت بتبص على السؤال وبعد كده تقرا الاجابات بسرعه وبعد كده تحدد لونها ايه في او الشكل بتاعها ايه في الاجابات. طب نبدا ولا ايه؟
ولا حد بيسجل لسه؟ استناه في حد بيسجل يفتح المايك ويقول يا شباب لسه بيعمل قهوه عشان الوقت بس. حد بيسجل ولا نبدأ؟ لو حد بيسجل ممكن استنى شوية، حد بيعمل ريجستريشن يعني أو كده بيعمل أكاونت. يلا بينا يلا عشان الوقت بس. بسم الله الرحمن الرحيم. هو البين كود موجود في الشات يعني عشان لو حد مش شغال. What is كنتر السؤال بقى. What is a pod on Kubernetes and what does it do? رقم A collection of physical IT components that support a group of containers. ده اللي هو الأحمر. الأزرق collection of logic A circuitry that evaluates a computer operation code. الأصفر one or more containers grouped together to share resources and run as a unit. الأخضر lightweight virtual machine run inside hypervisor. تمام. هل. Next. تمام. تمام تمام. بيت شعير رقم واحد إن شاء الله. تمام. سؤال الثاني. To create a new pod in Kubernetes, use the command. الأحمر kubectl create pod. الأزرق kubectl run. الأصفر kubectl new. الأخضر kubectl deploy. السؤال هذا في نقاش لأن على حسب الـ API version. تمام. أحمد سمير الثاني يعني إيه فرق بينه وبين هو سهل المحاضرة بيشاركوا بال competition yeah it's not fair true or false containers in a single pod share the same networking space ازرق true احمر false دي سهله بقى يا جدعان قعدنا نكرر فيها اكتر من مره ليه يا جدعان ليه اتنين قايلين true قايلين false اسف نقولنا containers in a single pod share the same network namespace. لسه فارق برضو حاجة بسيطة كده اللي هو ايه؟ next. السؤال الأخير. Every Kubernetes object contains the following top level fields except الأحمر kind ما عدا ايه بقى؟ الأحمر kind الأزرق metadata الأصفر spec الأخضر pod اي كوبرنيتس اوبجكت عنده الفيلدز ما عدا ايه بقى من دول او تمام يلا اوليو رقم 3 وليد يس وليد ألف مبروك المهندس وليد ياخد معانا كلاستر هدية بياخد سرعة الإجابة هو كمان أوكي نحتاج الهدية كويس رقم كويس أيوة أنا أكيد أنت محتاج الكلاستر أنا عارف تمام خلينا نشتغل شوية عملي مع بعض هنبدأ زي نستول كلاستر مع بعض كي 3 اس بس انا شايفه خفيف وظريف انا عندي في ام اوبونتو اللي هي 20.4 فوكال ما عادش اي حاجه تمام خلينا نشير كده السكرين بتاعتها ونبدا واحده واحده مع بعض المايكرو كيتس برضو ظريف جدا تمام جميل صح
انا بصراحه انا لقيت الكي 3 اس ده حجمه 50 ميجا وبنزله في كده يعني مش محتاج. المايكرو كيتس كوماند واحد سورو سناب انستول مايكرو كيتس خلاص كله شغال. اه تمام برضو مش محتاج دوكر. مش محتاج دوكر هو الديفولت اعتقد كونتينر دي. اه تمام نفس الكي 3 اس وما اظن مايكرو كيتس ده سبورتد من كوبر من كونانيكال كانونيكال هو بتاع كانونيكال. اه جميل كي 3 اس رانشر بس هيدي شباب عشان في احد شباب يسال على شات الكي 3 اس يعني كي 3 اس اعتقد اصغر بس اي او تي وبتاع بس كفي ام اشطر يعني كي 3 اس هو عباره عن كوبرنيتس كلاستر. في كوبرنيتس كلاستر في حاجات كتير قوي. كي 3 اس ده ابسطهم او من وجهه نظري انا اصغرهم في الحجم وبتنستول بسرعه قوي. هنشوف دلوقتي حتى ستيب باي ستيب ازاي ننستول الكي 3 اس مع بعض كده بسرعه. يعني احنا الساعه دلوقتي 10 و10 ان شاء الله نص ساعه كده وننستول دلوقتي. دي في ام الشاشه واضحه الخط واضح. ونكبر شويه. تمام لو تكبر شويه بقى افضل. تمام فاحنا دلوقتي المكنه دي مش عليها اي حاجه يعني ما فيش عندها دوكر مفيش دوكر مفيش اي حاجه. فاحنا بسرعه كده هنستول كي 3 اس. ادخل على جيت هاب بيج بتاعتهم واجيب الكومنت. تمام يعني انا دلوقتي ما عايز ابدا الموضوع من الاول خالص فيرتشوال مكنه لينكس اوبونتو مثلا او اي حاجه ولسه هنبدا نعمل انستول صح عشان بس بالزبط. الناس تبقى معاك في الخطوات. تمام بالظبط كده. هندخل على الجيت هاب كوم رانشر سلاش كي 3 اس نعمل سيرش على كي 3 اس هنلاقي الانستولشن سكريبت. تمام واضح ولا كانت مش واضحه؟ ده اللاين اللي انا جايبه من الجيت هاب بيج سي ار الكذا. انا متوقع ان المفروض ياخد السي دو بس خلينا نشوف. تمام كابو بيست. داونلودنج مش عارف ايه خد انه سريع 50 ميجا كانت عندي كويس لحد ما المفروض ان هو مش بيستارت انها سيرفيس على السيستم دي عمل داونلود وانستول وبيستارت السيرفيس. خلاص كده انا عندي كونفوت كوبرنيتس كلاستر نزل عندي وجهز ان انا استخدمه. قبل ما اجهزه قبل ما استخدمه انا في فايل اسمه باش ار سي موجود بيبقى فيه بحط فيه الحاجات اللي يس وكده زي ما قلنا احنا في السلايدز هتلاقي كومنت اسمه كي بس هو ما عندوش حاجه اسمها كي هو كيوب سي تي ال. تمام كلير. فانا حابب ان انا استب الياسز اللي موجود هتلاقي الكلام موجود في البرزنتيشن نفسه في اخر كام صفحه. فانا اقول له فيم دوت باش فيم دوت باش ار سي. تمام وهاجي في نهايه الفايل كده واجي اقول له تعالى ناخد الحاجه كابو بيست من البرزنتيشن نفسها. الحاجات دي اول مره بتعمل اول مره بس بتكونفيجر الانفيرمنت عندك يعني هتلاقيها موجوده حتى في البرزنتيشن لما اشيرها معاك. كابو بيست الياس كي يساوي كيوب سي تي ال بس في حاله ال في حاله ال الرانشر كي 3 اس بقول له اس يو دو كيوب سي تي ال. تمام ده اول كومنت. ده كومنت مش محتاجين في حاجه. تاني كومنت عشان خاطر يعمل معايا الباقي الكومبليشن الباش كومبليشن بقول له سورس كي كومبليشن باش سيد مش عارف ايه. تمام ده الكومنت بتاعه اقدر اكزت كده واسيف. تمام اعمل سورسنج الباش ار سي باش ار سي الياس وليز على كيوب انا كاتب كيوب الظاهر محتاج اطلع وادخل تاني عشان يمكن الانستليشن بتاع رانشر محتاج ان انا اكزت الفي ام اطلع من السيشن يعني واس اتش تاني جوه الفي ام. تمام كيوب سي تي ال برضو كوماند نوت فاوند. خليني احط سنجل كود كده. تمام
خلاص تمام، انا كده عملت سورسنج للباش ار سي. باش ار سي فايل ده الفايل خاص بالشيل اللي انا شغال بيه دلوقتي. فانا دخلت ثاني كده، دخلت جواه، حطيت تو كومنتس. اول كومنت بقول له اعمل لي الياس كي ينفذ، لما اكتب كي ينفذ الكومنت ده اس يو 2 كيوب سي تي ال، واعمل لي باش كومبليشن، اعمل لي سورسنج للكومبليشن بتاع الكوبرنيتس. تمام، كومنت دي هتلاقوها في البرزنتيشن نفسها. دي اول خطوه ودي البيزك. يعني مثلا تقول له كي جي يعمل لك كومبليشن، كي جيت بو بوتس يعمل لك كومبليشن. تمام، كي جيت نيم سبيسز يعمل لك كومبليشن ودوس تاب. دي النيم سبيس اللي عندنا. تمام، مضطر تحفظ مش مضطر تحفظ حاجه. انا بحب برضو كونفيجر الفيم عشان خاطر لما نيجي نعدل فيم الفيم ار سي ده لو اشتغل فيم برضو من الاف برزنتيشن. انا حاطط الخمس سطور عشان خاطر يبقى يعمل فريندلي زي ما بيقولوا، وايه واسيب واطلع. تمام، اول حاجه هنبدا مع بعض كده. عملنا انستليشن للكوبرنيتس كلاستر، عملنا كونفيجريشن للكومبليشن اوتو كومبليشن ما عندنا في الكوبرنيتس كلاستر وللفيم. يا محمد لو ترجع للفيم وتشرح لهم ليش بس حطينا الاسطره هي. تمام اوكي، كان يسالوا على اليامل فممكن هذه تساعدهم اكثر. تمام، اول واحده دي ست اكسباند تابس. اكسباند تاب دي بيكسباند التاب بتاعتك في شكل سبيسز. طب التاب كل تاب كام سبيس؟ 2 سبيسز، ممكن تحطها 4 بس انا بفضل انا شخصيا بحب تكون 2. كل تاب بتدوسها من بيتحول ل 2 سبيسز. تمام، شيفت ويدث دي خاصه لما تاخد كود كوبي بيست. تمام، تاخده مثلا من الدوكيومنتيشن او كده، بيبقى الشيفت مش يعني بيبقى زي ما ممكن نشوف قدام ان مش بيبقى ماشي في نفس اللي هو الاندنتيشن. فانا بشيفت البلوكس دي مع يمين مثلا شويه او شمال شويه، فالشيفت ويدث بتاعي عاوز شيفت 2 سبيسز. دي ادفانسد شويه ممكن نشوفهم بعض قدام. سيت نمبر عشان ينزل النمبر اللي في الجنب ده 1 2 3 4 5 6، وسينتاكس اون عشان هايلايت السينتاكس يعمل اوت. تمام، فده ببساطه اهم اثنين عندنا اللي هم الاثنين اللي فوق دول عشان خاطر التابس يعمل لها اكسباند سبيسز جوه 2 سبيسز. نطلع، ده بالنسبه للكونفيجريشن بتاعت فيم اللي حابب يستخدمه. يعني هو في الامتحان هيبقى كويس معاك. تمام، اول حاجه هنشوفها معانا ان احنا ازاي نعمل كرييت لانجن اكس بوت مثلا بالامبريتيف كوماند. هنقوله كيوب سي تي ال او كي، طبعا هو كي في حالاتي خلاص مش محتاج كيوب سي تي ال، كي كفايه قوي. تمام، كي اقول له ران واديله اسم ماي انجن اكس بوت مثلا. اوكي، وادي له الايمج، الايمج يساوي انجن اكس. انجن اكس ده لازم يكون نفس الانجن اكس اللي موجوده في الكونتينر ريجستري اللي انا بشاور عليه اللي هو باي ديفولت اللي هو دوكر هاب. تمام، ريستارت نيفر، دي ريستارت بوليسي بتاعتي. طبعا النيفر لازم الاند يكون كابيتال، لازم نفس الشكل كده. انت في الاخر فكر فيها ان هتلاقي ان ده جو كود، والجو كود عندهم الحاجات معظم الحاجات تبقى كابيتال، الان البوت الحاجات تايلز دي كلها لما يكون فاريبل ولا حاجه عشان يبقى في الجو عندهم الفاريبل نفسه عشان يبقى اكسبورتد. ما عندهمش برايفت وبابليك وبروتكتد، عندهم تو سكوبس بابليك سكوب وبرايفت سكوب. فالفاريبل عشان يكون بابليك سكوب لازم يكون اول حرف فيه كابيتال. فانت الاسماء زي البوت زي ديبلويمنت زي النيفر زي الحاجات دي كلها لازم اول حرف فيها يكون كابيتال عشان في الجو يعني. تمام، انا كده بالشكل الكومنت ده هقدر ارن كنت بود عندي في 1 كونتينر انجن اكس بتاعت انجن اكس اسمه ماي انجن اكس بوت. هدوس انتر هيقول لي كرييتد. تمام، هعرف الستاتس بتاعته، اقول له كي جيت بوتس. تمام، الستاتس كونتينر كرييتد. دلوقتي انا طبعا في الديفولت نيم سبيس، ما حددتش اي نيم سبيس، انا في الديفولت نيم سبيس. ممكن اقول له داش دبليو عشان يعمل واتش راننج. دلوقتي هو وصل للراننج ستيت خلاص. ممكن اقول له كي جيت بودز داش
او وايت عشان تشوف معلومات كامله عن كل الكودز اللي موجود عندي. تمام، خلينا نصغر شويه. يا رب يكون واضح. ايوه كده كويس. تمام، لما اقول وايت بيجيب لي معلومات زياده مش بس البيزك انفورميشن، بيجيب لي من ضمن معلومات الاي بي. انا عندي انجن اكس، انجن اكس غالبا بيبراننج على بورت 80، فانا ممكن اعمل سي يو ار ال على الاي بي ده، سي يو ار ال او كيرل. تمام، وادي له الاي بي بتاعي بورت 80 اللي هو الديفولت، ادوس انتر. تمام، دي صفحه الانجن اكس. فانا كده عندي الانجن اكس سيرفر نفسه شغال عندي جوه البوت بتاعي اللي اسمه ماي انجن اكس. تعالى تاني كي جيت بوتس، تمام، داش او يامل، ممكن اقول له طلع لي البوت بتاعي بشكل يامل. ممكن اقول له بوت معين كي جيت بوتس، هو عندي بوت واحد ماي الاوتو كومبليشن شغال، بدوس تاب جاب لي الاوتو كومبليشن، داش او يامل، وفي الاخر اقول له ليس عشان اقدر انافيجيت في ليس ده عشان خاطري اقدر اروح اطلع وانزل كده بالشكل ده. فهلاقي ده شكل الاوبجكت جاي من السيرفر. هننزل كده على تو فيلدز مهمين اللي اتكلمنا عنهم في الاول خالص. عندي تو فيلدز، اول فيلد اسمه سبيك، ده اللي انا حددته. تمام، انا قلت له انا عاوز الايمج بتاعتي كذا، وطبعا في ديفولتس زي الايمج بوليسي اولوز، الحاجات دي ديفولتس، الفوليوم ماونتس اللي هو السيرفيس اكونت ده، كل الحاجات ديفولتس. تمام، هننزل تاني لحد ما الاقي الستيتس، كل دي ديفولتس هو جايبها. الستيتس، ايوه ده الاكشوال ستيت بتاعته، دي الستيتس بتاعته، الكونديشنز. تمام، النيم الريدي ترو، مش عارف الهوست اي بي، ده الستيتس بتاع الهوست اي بي بتاعه، الفيس بتاعه راننج، البوت اي بي ده الهوست اللي هي النود اللي هو واقف فيها يعني، ده البوت اي بي. تمام، ده التو فيلدز المهمين اتكلمنا عنهم، الستيتس والسبيك. تمام، نقدر ندوس كيو نطلع. نفس اللي احنا شفناه ده ممكن نحصل نفس الفاليو دي عن طريق ديسكرايب، كي ديسكرايب او دوس تاب بوت او بوتس واكتب ماي دوس تاب. تمام، وكده انتر. ممكن احط ليس في الاخر برضو عشان اقدر ايه انافيجيت براحتي. طيب نفس المعلومه بس في ستراكشر مختلف شويه، جايب لي اسم البوت، النيمز بس اللي هو فيها، البريوريتي نودز، مش عارف ايه الليبلز. الليبل طبعا دي مهمه جدا، هو حاطها اوتوماتيك، ران ماي انجن اكس بوت، الاي بيز بتاعته، الكونتينر، انا هنا بستخدم كونتينر دي او اكس 3 اس باي ديفولت، بستخدم الكونتينر دي. تمام، ادي الايمج. تمام، كونديشنز، الفوليومز، الايفنتس. الايفنتس ده جزء مهم جدا في الديباجنج، مهم قوي في الديباجنج. نبص لو حصل اي مشكله في اللي احنا من ستارت البوت، نبص يعني مثلا خلينا نشوف مثال مع بعض. لو حبينا مثلا نقول اوكي كي ران ماي انجن اكس 2 image equal engine x، كتبتها غلط. تمام، وادوس انتر، مش هيقول لي حاجه، هيقول ايه created. هيحاول بقى يجيت بوت w، خلاص هنا error image pull. طبعا دي معناها ان حصل مشكله في هو بيسحب image. هنشوف تفاصيل اكتر. k describe bots، قلت له ايه اسم البوت بتاعي، واقول له ايه k عشان يجيب لي من الاخر، انا عاوز ايه اخر سيكشن. تمام، هنا قال لي الايفنتس اللي عندك، التايب، ريجن، مش عارف ايه. ادي الايرور شفناه مع بعض من شويه في البرزنتيشن، فيل تو بول ايمج اسمها كذا كذا كذا. فانا في حالتي عرفت ان انا الايمج ايه عندي كتبها غلط. تمام، ده بالنسبه للايفنتس والديسكرايب. في حاجه مهمه برضه اتكلمنا عنها، موضوع دلوقتي انا مش عاوز احفظ. احنا دلوقتي شفنا عملنا كريت للبوت من غير ما نكتب في اليامل. انا دلوقتي عاوز اكريت بوت واعدل فيه. تمام، ممكن استخدم الدراي ران، اتكلمنا عنها بسرعه كده في البرزنتيشن. اقول له كي، اول حاجه كي جيت بوتس، شوف البوتس اللي عندي، تعالى ديليت البوتس دي، كي ديليت بوت، واجي اقول له ايه ديليت لي ده، ما اعرفش ينفع كده ولا ايه. لا كده كي ديليت بوتس، طبعا هو بياخد 30 ثانيه، عنده ميكانيزم معين كده انك لما تجي ديليت بوت بيبعت له سيجنال و 30 ثانيه، وبعد كده بيعمل له فورس شت داون، مش بيديت على طول عشان لو خاطر الابلكيشن بتاعك عاوز يعمل كلين اب مثلا او كده. تمام، كي جيت بوتس، ما عنديش بوتس.
تعال نكريت بوت بس تعال نعدل عليه قبل ما نعمله كريت. تمام طبعا زي الالياس كده ودي في اختصارات للاسماء الاوبجكت يعني انت كاتب هو مثلا يعني البوت بالضبط اوكي جيت بو هي بوت الحاجات دي بتنفع قوي في الامتحانات بصراحه زي مثلا سيرفيس كيجي سيرفيس انا هنشوفها في المستقبل سيرفيس اندري بوينت مثلا وهكذا هنشوفها برضه في المستقبل الحاجات دي فاذا انت قلت احمد من شويه حته الدراي ران دي مثلا انا عاوز اكريت اوبجكت بوت بس عاوز اعدل عليه تمام فممكن اقول اوكي ران انجن اكس مثلا تعالى مثلا بيزي بوكس ده اسم اي اسم تمام الايمج يساوي بيزي بوكس طبعا ده اسم الايمج نفسها بيزي بوكس ستارت يساوي نيفر تمام اقول ايه دراي ران يساوي كلاينت دراي ران كلاينت يعني اعمل له دراي ران كانك في كلاينت سايد واديني الفيلدز اللي انا محتاجها في الكلاينت لو قلت له سيرفر هيجيب لك كل الفيلدز اللي احنا شفناها من شويه تمام تقول له داش او يامل طلع لي الاوتبوت بتاع الكوماند ده في شكل يامل عندوش انتر نشوف هنا عمل لك كرييت لليامل فايل موجود عندك ممكن تاخده وتعدل فيه تعال ناخده نعدل فيه مع بعض بحيث ننفذ الاكزامبل بتاع البرنت انف اللي شفناه من شويه البرنت انفايرمنت فاريبلز تمام مبدئيا لما يكون عندي فايل زي كده ممكن اخده كوبي بيست او ممكن اعمل اكتبه فايل مثلا اسمه مثلا بيزي بوكس دوت يامل انا هنا بالكوب العلامه دي بقول له اكتبه لي في الفايل ده فايل تي تمام كلير الاستشلت انا دلوقتي عندي الفايل موجود هنا اهو بالمناسبه في الامتحان طبعا هيقول لك اكتب لي في الفايل ده واقرا من الفايل ده فلازم نبقى عارفين ازاي نكتب ونقرا من الفايلز تعالى نعدل في البيزي بوكس فيم بيزي بوكس دوت يامل تمام مش محتاجين ده ده طبعا برضو لازم تختار لك اديتور بقى تكون متعود عليه يعني بالظبط النانو او الفيم نانو لو انت مش متعود على الفيم ممكن نانو انا بعمل دبل دي عشان يمسح اللاين تمام يو بيرجع اللاين دي بيمسح اللاين انا شايف الفيم سريع جدا لو انت تعودت عليه اسرع من النانو والحاجات دي لو انت تعودت على الشورت كاتس بتاعته تمام تعالى مثلا نخليه ينفذ كوماند احنا قلنا ننفذ كوماند ازاي نيجي هنا انا بدوس هنا او في الفيم في تو مودز اللي هو المود العادي والانسرشن مود المود اللي انا واقف فيه ده بنفجيت عادي خالص ادوس اي حولني الانسرشن مود اقدر اكتب تمام انا عاوز احولني الانسرشن مود بس يفتح لي نيو لاين فبدوس او فتح لي نيو لاين تمام وحولني في الانسرشن مود بدوس تاب انا هدوس تاب عادي خالص تاب دي اتحولت لسبيس شوف اربع سبيسز هنا تمام ليه عشان خاطر الكونفيجريشن حطيناها في الاول تاب لو ما عملتش الكونفيجريشن دي التاب هتبقى تاب واجي انفذ الفايل اللي هيقول لي الفايل ده مش فاليد يعمل وهيحصل مشاكل فانا الكونفيجريشن سهلت عليا تاب وقفني بقى عندي فور سبيسز تمام هنا انا عاوز اقول له كوماند بتاعنا اللي هو ايه print inf الارجس تمام الارجس خليني ايه احطها في سينتاكس مختلف شويه ولا خلينا في السينتاكس array برضو اللي هو اول حاجه اسمه post name تاني واحد خلينا نستخدم سينتاكس تاني arcs space انا هعمل array arcs باخد array فهعمل داش تحت الاي كده على طول ممكن تبقى جوه بس عادي يعني تحت الايه وادوس ايه سبيس واجي اقول له ايه هوست نيم تاني حاجه تاب كوبرنيتيس بورت الظاهر حاجه كده ونسيف تمام دلوقتي انا عدلت في الفايل في البوت فايل بتاعي تمام تعال ايه نعمل له ايه ابلاي تعال نكريت البوت ده اكزت سيف تمام كات بيزي بوكس تمام هو ده الفايل بتاعي كي ابلاي داش اف بيزي بوكس كي جيت بوتس داش دبليو طبعا هنا ال دبليو بي واتش هنا كونتينر كرييتنج كونتينر كومبليتد
لو نلاحظ هنا البيزي بوكس على عكس الانجينكس، انجينكس فضل رانينج عشان خاطر فيه سيرفيس قايمه جواه. البيزي بوكس عشان خاطر هو مفيش سيرفيس، مفيش سيرفر، مفيش اتش تي بي سيرفر جواه، تمام، فبيحصل له كومبليشن. تمام، هو كده ايه كومبليت سكسسفل ان شاء الله. يعني ازاي نعرف الانفورميشن اللي جواه؟ عن طريق اللوج، برنت انفيت بتتبع ستاندرد اوت، واللوج اللوج كوماند كي لوجز، واقول له ايه بيزي بوكس بيقرا من السب، بيجيب اللوجز اللي بتبعت في ستاندرد اوت. تمام، كي لوجز بيزي بوكس جاب لي كل الحاجه اللي طبقت في ستاندرد اوت عن طريق اللي هو ايه البيزي بوكس. يعمل البرنت انف ده طبعا في الستاندرد اوت، رب يكون المثال ده مفهوم. برنت انف الكومنتس برنت انف يطبع في الستاندرد اوت طبعا الفاليوز على التو ارجيومنتس دي. تمام، فلما قلنا لوجز عرضهم دي. عاوزين نشوف حاجه برده ترابل شوتنج مهم جدا. لو حبيت مثلا ايه كلير، لو حبيت مثلا ارستارت كونتينر مثلا، ارستارت بود معين مثلا والبود يحصل فيه مشكله، عاوزين نشوف ممكن نعمل ايه. احنا شفنا من شويه نقدر نبص على الايفنتس عن طريق كيوبسيتيل ديسكرايب. بعض الاحيان زي ما قلنا في اتش اي بروكسي مثلا، تعال كي ران اتش اي بروكسي، كي ران ماي اتش اي بروكسي داش ايمج يساوي اتش اي بروكسي ستارت يساوي. لو ما حطيتش ستارت نيفر ده هيفضل ستارت، يعني يفضل ريستارت ريستارت يحاول ريستارت ريستارت لما يفيل ريستارت، فيبقى في الاخر هيدي له ستاتس باك اوف، كانه بعد كم مره كده بيوقف العمليه دي. فخلينا نرن البتاع ده كي جيت بوتس داش دبليو، تمام، ماي اتش بروكسي كونتينرز كرييتنج، تمام، ايرور. حصل ايرور، التروبشوت ده بيبقى مهم جدا في الامتحان. ايرور، تعال نشوف ايرور نقدر نجيبه اول حاجه نفكر فيها ان احنا نكيب سكرايب كي سكرايب، تمام، بوت هنسكرايب الاوبجكت بتاعنا اسمه بوت، نوع بوت واسمه اتش بروكسي، واقول له ايه تيل، تيل هات لي من الاخر. لما نبص على الايفنتس نظيفه جدا سكسسفولي، تمام، اول حاجه successfully assigned مش عارف ايه from box pulling image successfully pulled image created container started container، ما عندوش اي مشكله. يعني كوبرنيتس كسيستم نفسه ما عندوش اي مشكله مع البوت ده. طب ايه اللي حصل وداني ايرور؟ ساعتها بقى مضطرين نبص على اللوجز، نيجي نقول له كي لوجز واقول له ايه ماي اتش اي بروكسي. يمكن لوجز من الحاجات القليله جدا اللي ما بتاخدش التايب بتاع الاوبجكت، هي اللوجز بتاخد بتتقري على طول من على بوتس، يعني ما بقولوش لوجز بوت، مش محتاج كده لوج. اما على عكس مثلا جيت بوتس ديسكرايب بوت وهكذا، لوجز بديله اسم الكونتينر على اسم البوت على طول. تمام، تعالى نشوف ايه اللي حصل. بص هنبص هنا نلاقي كان نوت اوبن كونفيجريشن فايل كذا 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 كذا، فعشان كده اداني الايرور ده. يعني ال اتش اي بروكسي بروسيس نفسها اللي جوه الكونتينر نفسها مش قادره في كونفيجريشن فايل ميسنج، فبالتالي الكونتينر ضرب ما اشتغلش. تمام، ففي الحاله دي نقدر نجيب الانفورميشن دي عن طريق ايه كي لوجز. تمام، حاجه ثانيه عاوزين نشوف ازاي نعمل نعرض بالليبلز. ممكن نقول ايه كي، عاوزين نعرض كي جيت بوتس كده بجيب كل البوتس، ممكن نقول ايه شو ليبلز، فهيعرض لي كل الليبلز. تمام، عندنا تو بوتس بيزي بوكس على لها ليبل ران يساوي بيزي بوكس، طبعا نقدر نعدي في الليبلز احنا زي ما احنا عاوزين، يعني في الاخر هي كي بير كي فاليو بير ماي اتش بروكسي ران ماي اتش بروكسي. نقدر نفلتر نقول له ايه تمام داش ال فلتر لي هات لي لما يكون الران يساوي بيزي بوكس بس، فجاب لي البوت اللي فيه بيزي بوكس بس. تمام، دي طريقه ان انا فلتر البوتز دي، البوتز او غير البوتز يعني بالليبلز. تمام، تقريبا دي اهم حاجه شفناها. لو حد ممكن نشوف اكسبلين. انا دلوقتي سي مثلا انا شغال في بوت اللي اسمه ايه بيزي بوكس. تمام، الارجز دي مش فاكر هي ارجز ولا ارج، عملتها ارج مثلا سي مثلا، تعمل كده ايه كي ديليت بوت بيزي بوكس، تعالى امسح البيزي بوكس ده مش عاوزينه. تمام، ديليتد فيم
بيزي بوكس بتعمل. انا مثلا مش فاكر هي كومنتس ولا كومنت ولا كنت اكتبها كومنتس مثلا. انا كنت اكتبها كومنتس. جيت اشغل كي ابلاي داش اف بيزي بوكس ضرب هيقول لي ايه؟ يقول لي بوت دوت سبيك كونتينرز ما فيهوش حاجه اسمها كومنتس. طب تعالى نشوف هقوله بقى كي ديسكرايب اكسبلين بقى اكسبلين بوت دوت سبيك دوت كونتينرز كونتينرز تمام. انا هنا بقول اكسبلين لي كونتينرز دي واقول له ايه لس. ايوه هنا بيشرح لي كونتينرز مش عارف ايه ويقول لي هنا ايه. ايوه دي الفيلدز اللي جوه الاوبجكت اللي اسمه كونتينرز. اول فيلد عندي اسمه كوماند تمام اركس كوماند. فعرفت انا غلطان هنا اسمها كوماند مش كوماندز تمام. واضح الجزئيه دي؟ تمام ممتاز يا رب تكون واضحه. بجيب لك هنا الفيلدز اللي جوه الباص اللي انت واقف فيه تمام. ممكن تقول له ايه جريب داش بيفور او سي 10 وتيجي تقول له يا عزوز ايه كوماند. فقال لك هنا ايه كوماند تمام. فتيجي تعدل الفايل بتاعك وتيجي تقول له فيم بيزي بوكس وتخليها ايه كوماند مش كوماندز. فاكسبلين تبقى ايه سريعه بدل ما تخش على على الدوكيومنتيشن وتدور او كده تمام. دي تقريبا كل حاجه اتكلمنا عنها النهارده. لو حد في دماغه حاجه ممكن نتكلم عليها مع بعض. بس متهيألي هي دي كل حاجه غطيناها. اتكلمنا عن زي كرييت بالامبيراتيف واي عن طريق ران او بالديكلاراتيف واي عن طريق ابلاي. ازاي ديليت وايديت بوتس. ديليت بوتس شفناها. ايديت بوتس ازاي ايديت بوتس. اوكي جيت بوتس ازاي ايديت بوتس تمام. زي ده مثلا تعالى كي ديليت ماي اتش اي بوتس بوت ماي اتش اي بوتس. تعالى نكريت اوكي ران بوت اوكي انجن اكس اوكي ران ماي انجن اكس داش داش ايمج سامي انجن اكس ستارت سامي. تعالى مثلا كريت حبينا نكريت كونتينر من نوع بوت في كونتينر من نوع انجن اكس وكتبناها غلط تمام زي كده انجن اكس غلط ستارت تمام. كي جيت بوتس داش واتش هيجي اللي ايه ايرور ايمج بول تمام. ففي في فيلدز معينه اقدر اعدلها اتوقع الايمج من ضمنها. فاجي اقول له ايه بدل ما ديليت وكريت نيو جيت اجي اقول له كي ايديت بوت ماي انجن اكس ايديت دي هيفتح لي فيم اقدر اعدل فيه ال البوت ده تمام. تعال نجرب كده. انا اعدل ده الفايل طبعا جايب المعلومات دي من السيرفر هو ممكن اسيرش كده على كلمه ايمج. ايوه ان انجن اكس اكتشفنا ان انا كاتبها غلط تمام. تعال نسيف ده سؤال امتحان ده. بيجيب بيجيب ديبلويمنت مش شغال وبيبقى كاتب اسم الايمج غلط. فطبعا انت بقى المفروض تلقط بسرعه يعني. بس ده كده سؤال من 19 بس كده. فانت بسهوله تقدر تعدل كده. سيف دبليو يعني سيف كيو اكزيت تمام. اديتد كي جيت بوتس داش دبليو رانينج تمام مبروك. مش طبعا مش كل الفيلدز تقدر تعدلها يعني الايمج وكم في فيلد او اتنين كمان تقدر تعدلهم غير كده هيرفض هيقول لك لازم ديليت وكريت تمام. ده بالنسبه للاديت بوت. شفنا الديسكرايب شفنا الكوماند والارجس شفنا ان ازاي نكسبوز الاي بي ناخد الاي بي نبعت له ترافيك. بس طبعا مش دي البروبر واي اللي احنا نكلم البوت. البوت الاي بي بتاعه المفروض مش ديورابل يعني البوت يقوم ويموت والاي بي بتاعه يتغير. فاحنا المفروض نكلمه عن طريق سيرفيس ونشوفها قدام ازاي نكلم بوت بطريقه صح يعني. شفنا ازاي نتعامل مع الليبلز وازاي نفلتر بالليبلز وازاي ننشور الليبلز. اخر حاجه ازاي نكريت نيم سبيس. كي كرييت نيم سبيس زي ما قلنا معظم الاوبجكت معظم الكومنتس كي او كيو سي تي ال. بعد كده بديه الاوبجكت بتاعي الكومنت بتاعي كرييت بعد كده الاوبجكت تايب نيم سبيس تمام. زي ما قلنا كي جيت بوت نفس الفكره برضه كرييت نيم سبيس الكومنت او ما صح ده السب كومنت كيو سي تي ال هو الكومنت كرييت هنا السب كومنت والنيم سبيس ده الاوبجكت تايب ماي ان اس. ك
create k get namespaces. ادي namespaces بتاعتي هنا اقدر استخدمها. اقول له ايه run. بس اجي اقول له هنا ايه انا عاوز engine x واقول له ايه dash n my ns dash n او dash dash namespace. لو عملت نفس الكومنت ده هيكريت لي بوت في النيم سبيس بتاعت اللي اسمها ماي ان اس. تمام كريتد كي جيت بوتس. ما يتلخبطش لو قلت كي جيت بوتس هيجيب لي البوت اللي موجود جوه الديفولت نيم سبيس. لا انا عاوز اقول له داش ان ماي ان اس. هنا جاب لي البوت اللي موجود جوه النيم سبيس اسمها ماي ان اس. طبعا بالصدفه يعني الاثنين نفس الاسم. البوت اللي موجود عندي لوكال في النيم سبيس ديفولت او البوت اللي موجود عندي في الماي ان اس لهم نفس الاسم. عشان كده النيم سبيس ده جلوبال عباره عن نيم سبيس باكج فيها بتحفظ لي الفيزابيلتي بتاع مش فيزابيلتي يا ربي السكوبنج بتاع النيمز. نفس نظام النيم سبيس في سي شارب مثلا. النيمز اللي بتعرفها جوه نيم سبيس نقدر نطبليكيت النيمز على مستوى النيم سبيسز. نفس الاوبجكت هنا يبقى في النيم سبيس دي ليه اسم ونفس اسم ده اسمه في النيم سبيس الثانيه. تمام فدي فايده نيم سبيس انها جروبنج وريسورس نقدر نحط عليها ريسورسز ليميتيشن على ريسورسز وكده. خالد بيسالك why we used run for bot and create for another. يعني ليه مره بنعمل create ومره بنعمل run. ففاضل لو توضح. تمام الحته دي يعني الناس اللي اشتغلت على الكوبرنيتس زمان ممكن تشوفها غريبه شويه. زمان كانوا عملوا كان في run اللي انا فاهمه يعني run كوماند اللي موجود في الاول. بعد كده عملوا واحد اسمه create. ممكن برضو حد من الناس القديمه يوضح لي ران. كان ران نفسه كنت تقدر كريت بي بوت كرون جوب ديبلويمنت لحد فيرجن قريبه جدا لحد فيرجن 18 اتوقع. يعني انا كنت ذاكر الامتحان دخلت امتحان 18 الناس كانت بتتكلم في الدوكيومنتس القديمه انك تقدر بالران كريت ديبلويمنت وكريت جوب. بس الموضوع بعد بقى اتلغى اصلا. مش جديد بقى اتلغى. يعني ران زمان الاول كنت تتكلم بها اكتر من تايب. دلوقتي وقفوها بس بقت على البوت بس. يعني لما تيجي ترن حتى كانت غريبه قوي. يعني لما زمان كان يقول لك لما تيجي تقول له ريستارت نيفر يكاري بوت تقول له ريستارت مش عارف ايه يكاري جوب تقول له ما كانتش واضحه. كان اللعب كله في طيب في ليش الستارت. طيب ليش ما نستخدم كرييت لبوت. ما فيش كرييت البوت. اوكي كرييت بوت ما فيش كرييت. ممكن يا اخي محمد اتفضل. انا من الناس القديمه بين صورات اتفضل. الرن الاي بي اي بتاع الرن ديبريكيتد از يو سيل. يعني حتى انت في سلايد انا توقعت انه مش حيشتغل. استغربت لما اشتغل معاك. لكن التريك اللي انت اشتغل معاك اللي هو النيفر. فالنيفر غير السبب ان البود يعني فيري بريميتيف. يعني حتى السي كي اي ممكن الاكزام دي ويل نوت دو بودز موست لايكلي في النيو اكزام. البود مفروض انك انت يعني عاده ما تستخدمهاش لان البود اف ات دايت it will not get recreated again. You need a replica set, or you need a deployment, or you need a cron job, or you need a job, or you need something higher. فكروا يعني تعريف اللين تعريف الكوبرنيتس. لو عرفت الكوبرنيتس على أساس إنه data center, البود كأنه هو الكمبيوتر. لكن عادة أنا محتاج كمبيوتر for high availability resiliency. نحتاج أكثر من كمبيوتر. فعادة مش هنستخدم البود. هنستخدم deployment. والdeployment حت create replica set. والريبليكا سيت هتسوي البودز. لكن الشاهد زي ما قال محمد انك في الامتحان لابد تعرف which API you're going for ولابد الكلاستر اللي تتدرب عليه يكون نفس الاي بي اي بتاع الامتحان. لان يعني الان واحده من مشاكل جماعه الامتحانات ان there is lots of API get deprecated every release. يعني في release 19 there will be more API deprecated. في release اللي بعده more APIs deprecated. في الاول كان سهل كان كل شيء بيتا والفا ومش عارف ايش وما كانش فيه فيرجن ستيبل. الان اغلبيه الفيرجن ستيبل الاي بي اي ريسورسز في ويل جيت مور ديبليكيتد. فاني اولد اكزام نوتس موست لايكلي ويل نوت بي ريلي فاليد. يعني لاحظوا في الشات انا حطيت انا الكوماند اف اي دونت يوز الريستارت زي ما محمد يوز تعطيني وورنينج تعطيني ان ذس از ديبليكيتد ويل نوت بي يوزد ان فيوتشر فيرجن. يعني الكرييت مشكلتها الاخ اللي سال على الكرييت ان الرن كان فيها اوبشنز كثيره من وان كوماند في الرن اي كان اكسبوز البوت كرييت السيرفيس اي كان كرييت البوت. لكن الان صعب انك انت يدو دي ستيبس ان وان كوماند.
بقت الطريقه كلها بنستخدم الران ومن جنريت من اليامل فاير وبعد كان عدل وبعد كان كرييتو. لا احسن حاجه كرييت تمام، لكن مرات انك انت تحتاج تسوي يعني تو كوماندز مثلا كي كرييت ديبلويمنت تعطيك الديبلويمنت ويسوي الدراي ران وبعدين تسوي الاكسبوز على طول. الاكسبوز سهله، كي اكسبوز اسم الديبلويمنت ولا اسم يعني عاده ذات شود بي جود انف. تمام يا موت، في شغله ثانيه انا شفتها باحد الكورسات اللي هي الفرق بين الكرييت والابلاي، انه حتى بالنسبه للفايل تقدر تستخدم ابلاي وتقدر تستخدم كرييت. بالضبط، ابلاي افضل صح، الابلاي افضل لان تعطيك الفيرجنز لما تستخدم الديبلويمنت تعطيك حتى الفيرجنز يعني فتكيبز يور هيستوري. لا لا اللي حكوا انه الابلاي اوفرايد للاكزيستنج، كرييت ات ويل وارن يو بيفور اوفرايد. الكرييت عاده اول مره لكن ما تحتفظش على الهيستوري، وعاده انت يول تشينج ثينجز ماشي. فزي ما قال محمد هويدا لو تفكر لما قال ان نقدر نغير في البوت بس اسم الايمج، لو غير اكثر من هيك حيعطيه ايرور لكن حيعطيه اليام الفايل، حيعطيه اليام الفايل تحت التم. And if he use apply, it will work. Like if he use create against it, it will not work. He needs to delete the object first, or he needs to use replace. أيوة. Okay. لا لا لو كان مستخدم create ما حيقدر يعدل. إذا مستخدم apply بيقدر يعدل. بالضبط. الآن فهمت. هي apply أكتر أكتر يعني في declarative. أنت بتعرف وتقول له والله أنت تصرف. أنا عندي الفايل ده البوت ده بشرح بالديفينيشن ده. تصرف لو موجود عدله يعني فاهم ديكلاريتيف. انا عاوز الست دي، انا عاوز يكون عندي في النهايه بوت او ديبلويمنت او تبر بالست دي تمام. فدي الفكره يعني. اوكي اوكي تمام. شكرا وصلت الفكره تمام. طبعا الافضل انك ديما تجرب الاشياء يعني ما تفكرش فيها وتحاول انك تشوفها في كتب او شيء زي كذا، جربها وجربها على الاي بي اي فيرجن اللي عندك ولاحظ ان الميتا داتا مثلا فيها كلمه جينيريشن، في الكرييت حتكون جينيريشن 1 لكن في الابلاي كل مره يبوت يدو ابلاي ات ويل انكريز الجينيريشن وانكريز يعني الهيستوري بتاعك. وحتى في الرولينج ابديتس ولا شيء زي هي يو كان واتش ذم يو كان سي يو كان جو باك ولا يو رول باك ولا يو رول فورورد اكوردنج تو وات يو وانت. انا اللي صار فيني تعمقت كثير بالكونسبت بالنظري ولسه ما بلشت في عملي. لازم للأسف لازم تفتح بقى خلاص النهاردة هويدي ورانا ازاي نبدأ فلازم تبدأ بقى النهاردة. سيبك من نظري بقى شوية كلاستر كده صغير عندك سواء بقى whatever اللي انت بتشايفه مستريح معك ونس كلاستر السوليوشن اللي عندك kind whatever K3S mini cube whatever ابدأ اشتغل جرب deployments. يعني انا امبارح مثلا كنت عاوز اعمل حاجه تعمل في كود في ثواني مثلا، كنت عاوز اكسبوز سيرفيس عندي على HTTP2 جو سيرفيس عاوز اعملها. فقلت بدل ما اروح اجيب الباكج بتاع HTTP2 جو طب ما انا اعمل ديبلويمنت احط تو كونتينرز بود واحد بود الاتش جو سيرفيس على HTTP 1.1 وجنبها الانجن اكس على HTTP2 واعمل سايد برو سايد اسمه ده سايد كار وفعلا عملتها يعني. فيعني حاول تشوف اي حاجه كده تسلي نفسك طب عشان يديك من وين بقدر الاقي اشوف تاسكات يعني اشتغلها. في هقول لك يعني مثلا في زي مثلا زي الريبوزيتوري بتاع الباشمهندس شاري في يعني في برضو واحد السي كاد ده سي كي ففي حاجات كتير قوي يقول لك كرييت كذا فاهم كرييت لي بوت بيعمل كذا طب كرييت لي ديبلويمنت بتاع كذا فما زين تلاقي حاجات كتير اصلا على النت. جيت هاب في ريبوز كتيره فيها براكتس تيستو في كذا ريبو في 100 سؤال 150 سؤال بتجرب بقى كل السيناريوهات جمعوا لنا اياهم في مكان واحد نشوفهم. موجود على السلاك مش بعيد اصلا على اي مكان في السلاك لانه صار في يمكن صار في اكثر من مليون شانل ما عاد صرت افهم كل واحد اللي لا انا اعمل لهم يعني واحده للسي كي اي اسمها سي كي اي واحده سيكاد اي حاجه اي ريسورسز تبع السي كي بنحط فيها والسيكاد بنحط فيها فانت لو انت مركز على الجزئيه دي ممكن هتلاقي فيه براكتس هناك.
انا هلا ماسك التراك ال سي كي اي سي كي انا حاطط فيه ريبو موجود وفي ريبو بتاع البشمهندس وليد برضو لو وليد شاعري التحضير للسي كي اي برضو ريبو ممتاز وما شاء الله بتعمل له منشن في ارتكلز اجنبيه يعني فتقدر تعتمد عليه واحنا حاطينه اوريدي في على السلكشن ولو لقينا حاجه او ريبو او حاجه بنحطها برضو في نفس المكان ان شاء الله. مشكورين على مجهودكم يعني صراحه انتم يعني معطينا من وقتكم وجهدكم الله يكرمك وكله ببلاش يعني لا كله كلنا مستفيد من بعض يعني كله انا مش بلاش في الهديه بتاع الكاهوتا نيدت ايوه صح عايزين ندي كلاستر المنصري تفضل تعشى معانا باش كنت تفضل تعشى معانا صح والله مشكورين على مجهودكم والله اقل شيء احنا ممكن نسوي انه نشكركم تسلم الله يكرمك الله يبارك فيك وعفو عنك جميعا والدعاء طبعا الله يكرمكم تعالنا بقى طيب تمام. عندك حاجه ثانيه ويد نوت ان شاء الله لا خلاص احنا خلصنا حكايه النيم سبيس وكريت نيم سبيس المره الجايه ان شاء الله نشوف بقى هنسكيدجول لسه ما بعيد ان شاء الله طبعا بقى نبدا هناخدها واحده واحده زي ما ماشيين كده برضه على الهادي كده ان شاء الله تمام طيب حد عنده سؤال يا شباب ولا حاجه اللي عنده سؤال ممكن يفتح المايك ويتكلم فيه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير يا باشمهندس محمد وربنا يكرمك على البرزنتيشن الرائع ده انا ما اعرفش صوتي واضح واضح اتفضل تمام انا بس كنت عايز اسال كذا يعني سؤال هم يمكن ثلاث اسئله انا كاتبهم يعني اول حاجه هل في مثلا حاجه في على مستوى الكوبرنيتيز مثلا زي كيوب سي تي ال دكتور مثلا تديني مثلا هل انا الانستليشن بتاعي او الانفايرمنت بتاعتي شغاله بشكل كويس وايه المناطق اللي فيها مثلا فيها مشكله زي بعض السي ال ايز اللي الواحد بيستخدمها مثلا في الديفلوبمنت مثلا في الموبايل ابلكيشن ديفلوبمنت او في السي اي سي دي او الديف اوبس عموما يعني ده اول سؤال. الثاني سؤال بالنسبه لليامل اليامل سينتكس هل في مثلا كوماند مثلا اكتبه مثلا زي يامل تشيكر او حاجه زي كده يديني ايرور انا عارف الامتحان ممكن ما تبقاش الحاجات دي انستولد يعني على الانفايرمنت نفسها بس انا قصدي عشان الليرنينج يعني واخد بال حضرتك وثالث حاجه واخر حاجه الكوبرنيتيز فيرجن يعني ايه الكوماند اللي انا بكتبه مثلا عشان اجيب الفيرجن الحالي يعني مثلا هل هو 1.18 او وات ايفر بس هم دول اللي عندي يعني تمام خلينا نبدا معاك من الاخير لقدام موضوع الفيرجن تقدر تجيبه عن طريق كيو اس ال فيرجن اتوقع او حتى كيو اس ال بس اتوقع كيو اس ال فيرجن او انفو كيوبستيل انفو كلاستر انفو والله انا فاكر بس في كوماند يعني مش متذكر تمام كيوبستيل كلاستر انفو او حاجه كده مش متاكد قوي بصراحه موجود هو تمام ده بالنسبه للفيرجن السؤال بتاع السؤال الخاص بموضوع الفاليديشن يامل بص انا اشتغلت مع الكوماند لاين كان في الاكس ام ال فاليديشن وفي في جيسون فاليديشن متوقع برضو في اليامل ممكن تلاقي فاليديشن هو مش طبعا مش هيبقى موجود في الامتحان تمام اكيد مش هيبقى موجود في الامتحان طبعا بس انت حاليا كان في ويب سايت انا عرضته في السلايدز ممكن تستخدمه فاهم تفاليد على اليامل بس انا متوقع هتلاقي فيه بشكل او باخر على الجيت هاب كوماندز كتير قوي هتلاقي بتفاليديت صح هندسه بحيث انا انزلها سعادتك بدل ما اروح كل شويه على الموقع يبقى عندي موجود على السي ال اي عندي او الكوماند لاين تمام حاجه احسن برضه انا بصراحه ما فيش حاجه حاضره في دماغي تقدر تنزل ابلكيشن في اس كود في اس كود هذا من فيجوال ستوديو كود في انتجريشن مع يامل بتحط انستول لليامل فبصير هو بيعمل لك كومبايل لليامل في البايت شارم برضه بايت شارم بالفعل حتى في انتلي سنس الفي اس كود فيه حتى اد اونز وفيها بتدي انتلي سنس برضه في الكتابه اللي يعمل فريق بيكريت لك تمبلت كده وتكمل فيها حتى في شغله حلوه بالنفس الفي اس كود بتقدر رايت كليك اذا حطيت الكوبرنتيز الاد اون بتصير تعمل كرييت بس كرييت بوت سكيل داون سكيل اب حتى بدون ما تكتب اليامل لا جميل جدا حتى في المهندس وليد شارك حاجه جميله جدا سي دي كي بالنسبه للناس اللي بتحب الفي اس كود سي دي كي بتكتب الواحد بيكتب تايب سكريبت او جافا سكريبت واوتوماتيك هو بيجنريت له اليامل عشان حتى يبقى متخيل الاوبجكت ستراكشرد وازاي الحاجات مثلا جوه بعضيها او كده او ازاي ستراكشرد
how it is structured يعني. فدي كان حاجة جميلة الحاجات اللي هو شاركها يعني. جزاكم الله خير. طب بالنسبة للكيوب الكيوب سي تي ال دكتور مثلاً يعني عايز حاجة كده تشوف لي الانفايرومنت كلها ايه الأخطاء اللي فيها أو في ممكن ألاقي حاجة زي كده مثلاً برضو. أنا دي ممكن أقول لك أنا الحتة دي أكتر يعني. أنت اللي يهمك في الكوبرنيتس بعد إذنك يا ويدي. الجزئية دي أنت بيهمك في الكلاستر أنت يبقى كل الكومبوننتس هيلسي وقايمة وما فيهاش مشاكل. فدايما بنشيك على الـ على الكيوبس نيم سبيس كيوب سيستم بنشوف كل البوتس او كل الكومبوننتس بتاعتنا لو فيها مشكله تبدا تبص تشوف يعني لو في حاجه مثلا في السكيدولر في حاجه في الاي بي اي سيرفر بيبين لك بقى اذا كان هو داون ولا اب ولا في مشكله. فهو ده الاساس بالنسبه لك يعني ككلاستر. غير كده انت غير كده على مستوى الابلكيشن يعني متهيألي لو تعمل الكوماند يهويدي كده تشوف البوتز مثلا على النيم سبيس نيم سبيس الكيوب سيستم اول نيم سبيسز بقى او اول نيم سبيس مثلا عاده يعني عندنا ابلكيشنز يعني اكثر من 300 بوت فعاده هاو اي تشيك يعني اف اي وانت تو تشيك مانولي زي ما قال احمد انك تشيك اول بوتس لكن وات دو اي تشيك فور ندير جريب على if it's not running ولا if it's not completed فنحصل الأشياء اللي هي مثلاً not ready مثلاً 0/1 ولا 0/2 ولا 1/2 والأشياء زي هي يعني عادة أكثر شيء شفت أنا 8 ف I have like aliases to do this. الشيء الثاني لو أنت تستخدم OpenShift ولا تستخدم مثلاً في عندك Elastic نبعت اللوجز كلها اللي هي الابليكيشن والإنفرا والأوديت نبعتها للإلاستيك فتقدر تشوف لو عندك OpenShift يعني من الداشبورد متاعها تقدر تشوف الأشياء اللي هي الأيروز اللوجز لأن عندك مشكلتين يعني لاحظت اليوم أن محمد يستخدم حاجتين يستخدم اللوجز ويستخدم الديسكرايب الديسكرايب توريك الإيفنتس اللي لها علاقة بالبود الأشياء الخارجية واللوجز توريك الأشياء الداخلية الكونتينرز الابليكيشنز نفسها فيو نيد تو لوك ات بود لأن مرات كل شيء تمام البود شغالة لكن الابليكيشن من الداخل مش شغالة مثلا زي مثلا الاتش اي بروكسي ممكن كان يكون شغال الكونفيجريشن فايل لكن ممكن ما يكونش ريسبوندينج ولا شيء زي هو فهذه بالنسبه للكيوب كنترول دكتور ما شفتش حاجه اسمها كيوب كنترول دكتور لكن شفت حاجه اسمها كيوب كنترول كيوب هانتر للسكيورتي if you want to check your security stand كيوب هانتر you can use كيوب هانتر حلو نشوف على خير جزاك الله خير باشمهندس بارك الله فيك باشمهندس مرحبا وينتن حط حاجة ستونو أوكي في صح في صلت في من هيبتيو لما كانوا هيبتيو كانوا دارين end to end testing لكن when I run it يعني there is lots of test fails عرفت لأن مش شرط كل التست يعني satisfy every environment ف يعني it's usually it's very يعني لو عندك baseline لو سويتها مرة وعارف baseline تاعك ممكن you use the end to end testing اللي يوزد باي الديستربيوتر زي ريد هات زي رانشر زي كايند والجماعة هما they have end to end testing based على I forgot the name though لكن it's there يعني تمام جزاك الله خير بشمهندس وليد الله يحفظك طيب تمام حد عنده سؤال تاني شباب بارك الله للأخ محمد وعيدكم مبارك وشكرا يعني على نحس الهانسون حلوة بصراحة طبعا كل ما نخش في التيرمينال يبقى افضل يعني تلاقي الدنيا بتنوره ما شاء الله جميل جدا اصابعه هم رقيقات مزينه في سمان كل ما غلطش ما شاء الله وهيدي ما شاء الله النهارده يعني استعرض كل الامكانيات اللي في البودز يعني ممكن ان شاء الله الفتره اللي جايه بعد العيد بقى ان شاء الله نزود شويه على البودز وبعد كده ندخل في الديبلويمنت والسيرفيسز والحاجات دي ان شاء الله يعني السلام عليكم والله سامعيني يعطيكم العافية أخي أنا عندي ما بعرف يمكن عندي مقترحين صغار المقترح الأول إنه الماتيريال اللي قاعد نشتغل عليها أو السيشن
ما تكونش على توبكس، تكون بروجكت بيزد، يعني ريل تايم سيناريو في لايف في الادمنستريشن. هو 3 تير ابلكيشن، ليتس جو فور 3 تير ابلكيشن وذ هاي افيلابيلتي اتش اي وذ فرونت اند سكيورتي وريفر في الفيتشر بتنحط عادي في اي كلاود ابلكيشن نيتيف ابلكيشن. انت عايز تخش في التيل على طول مهندس عبد الله؟ لا لا لا، مش التغيير، لا احنا بنعملها اورجنايزد اكثر. يعني انا ما اكون عارف اليوز كيس، يعني مثلا ليتس سي بي تي ناجتس، اول ما بيجي بيقول لك انا هشتغل على اليوز كيس هاي تاعت الشركه، بيعطيك شيء وهمي، بيعطيك شيء اسامبشن، حتى انه اللي بده يقدر يطبق الادمنستريشن يكون فاهم الدومين اللي هو شغال فيه حتى يقدر يقول ذس اسامبشن فيتس ولا دوز نوت فيت. هذا واحد البروجكت بيست، خلي يكون as simple as possible. يعني خد بالك برضو في 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 شباب لسه البيزكس بالنسبه لهم، يعني في ناس مثلا ما تعودتش على التيرمينال في لينكس، في ناس ما تعودتش على الدوكر، في ناس ما تعودتش على الكوبرنيتس اصلا، فهي ليفلز يعني. فانت هتقوم تدخل بيوز كيس على طول، فمش هينفع مع هذه نقطه. اثرت مع الباشمهندس وليد وقلت له انه يعني الفاونديشن مشان الواحد يبدا لازم يكون لينكس فاونديشن عنده، دوكر فاونديشن، او خلينا نقول اي نوع من انواع الكونتينرايزيشن اندرستاندينج. لانه اذا بيدخل على الكوبرنيتس، كوبرنيتس هي ان اوركستريشن تول، يعني هي بتعتمد انه انت عندك الايمج جاهزه، كل شيء جاهز، بس انت مش فاهم الفاونديشن اللي تحتها، فحتكون تايه. فتناقشت فيها مع باشمهندس وليد واقترحت اقتراح، ما بعرف اذا صار عندكم اي تعديل عليها في السيناريوهات الجايه، انه حتعدلوا تدخل مثلا كونتينرايزيشن سيشنز تعملوها ان باراليل، الناس اللي مش فاهم كونتينر تشتغل على كونتينر اول شيء، بعدين تحول معكم تكمل على التراك الثاني، او تشتغل على الاثنين عشان تفهم الموضوع اكثر. الاقتراح الثاني انه يكون في عندنا شيرد ستورج، زي مثلا على ميجا ستور، على وان درايف وريفر، يكون في فولدرات، فولدر مثلا توب يكون مثلا سي كي اي، سي كي اي دي، واي ماتيريال تحته تكون متفرعه، مثلا الحاجه الخاصه بالبودز اوريدي موجود على سلاك. ده ما انتبهت له والله، بجوز سلاك ما انتبهت له كثير. انا هو سلاك اوريدي احنا عاملين شانلز لكل حاجه. شفت انا انا موجود فيها بس ما دخلت ديبلي فيها بصراحه. تمام، يعني اقصد ان سلاك نفس المقترح بالظبط، ومقسمين الريسورسز، اي حاجه تبع توبيك معين بنحطها في التشانل بتاعتها بحيث تبقى كاتيجورايز والناس يعني تبقى. انا لاحظت ان في ناس كثير اعترضوا على سلاك وكذا، انا معني بشتغل عليه بس ما رحتش عليه كثير، لانه ما شاء الله يعني فاتحين كنت اول شيء شانل على التليجرام، بتلاقي فيها 200 مسج، يعني مشان بس تمر عليها غبت لك يوم واحد بدك تضيع يوم الثاني بعده مشان تقرا. واحنا عملنا السلاك عشان الشات كتير بتبقى على التليجرام، فبس بعض احيانا بعض الشباب بيبقى عندهم استفسارات معينه فما بنقدرش نوقفهم، يعني بس بنقول لهم يعني يا شباب يا ريت لو فيه. لا هي مطلوب على السلاك، احنا ما بنعتبر الاستفسار، الكل يستفسر، ده حق للجميع. بس انا قصدي انه يعني انا عندي احساس زي الجزء الاخرين نفس الشيء بيشاركوني، ما بعرف ده. في بعض الاوقات بحس حالي ضايع معكم، يعني انتوا واصلين في الادمنستريشن وانا لسه قاعد بفكر بالكونتينرايزيشن، مع ان دوكر انا جو ثرو ات يعني ككونتينرايزيشن، لكن يعني قاعد تشرحوا يوز كيس من رانشر، مره بتطلع مثلا زي كي 3 اس از ان رانشر، رانشر هو عباره عن كوبرنيتس بس لايت ويت كونتينر. هلا لما تيجي نقول رانشر ليش يشتغلوا هيك، هم عمل ستاندر لهم لوحدهم عشان يخففوا ويعملوا رانشر لاب بيزوره لوحده. هو في نقطه بس مهندس عبد الناصر، هو المشكله ان احنا ميت اب، يعني احنا بنشير الاكسبيرينس، احنا مش ماسكين تراك تريننج، مش بندي تريننج يعني، فاهم قصدي؟ ففي زي ما كنت كتبت قبل كده على التليجرام، بيبقى في ايفورت من الشباب المشاركه بتعمل بريزنت لتوبيك معين، وفي بيفتح هو، بس احنا بنفتح المواضيع مع بعض، يعني مش هو ده خطير بار ان امشي في تراك معين فلازم اغطي ده واغطي ده، ما بتفتح موضوع بتتوه الناس اكثر اذا ما كانوا اوريدي في الفاونديشن اللي قبله خلصوا. يعني المشكله دائما في اي جروب يبدا، اذا حسيت نفسك بعد اسبوعين ثلاثه انه انا تايه، حتلاقي الكل خرج او فقد الانترست. كيف الانترست بتزيد؟ انه انا بحس ان الفالي قاعد بتزيد معايا، بتزيد الفالي وان داي باي داي. هي لازم تكون اكيميليتيف، يعني لازم يكون في عندي شيء ببني عليه على الاقل. لو في الستارت اب، يعني لو نوصل مثلا ستيج اول شهر ثلاث شهور في الميت اب، بنكون مثلا بنركز على انه يكون الكل ماشي مع بعضه، بعد كده بتصير افورت فردي، كل واحد مثلا انا ابحر اكثر. انا اريد ده اللي احنا عاملينه حاليا، احنا ماشيين بنحط بيز مع بعض. خدنا يعني دي يعتبر دي يعني احنا بدانا خالص من البدايه، قلنا يا جدعان تعالى نعمل انستول كلاستر مع بعض او تيفر كتاكودا او تيفر، دي اول ستيب في العملي. يعني السيشنز الاولى والثانيه كان تحضير وكان زي فرش كده للكوبرنيتس عموما،
السيشن دي احنا بدانا في اول خطوه. يعني انت مثلا لو رحت خدت كورس كوبرنيتس دلوقتي عشان تحضر للامتحان وتدخل وتنجح في الامتحان ان شاء الله، اول حاجه هتاخدها اللي احنا هنتكلم فيه النهارده ده بنفس الليفل اللي انا معاك يا باشمهندس. واصلا ليش اصلا الكوبرنيتس جت؟ جت لحل مشاكل في الدوكر ما كانت موجوده. هاو تو دو ات ان دوكر ذير از نو افيليبيليتي في الدوكر، فطلعوا في الكوبرنيتس مشان يقدروا يشتغلوها. زي مثلا اذا عندي اكثر من نود بدي احط عليهم يعملوا كوميونيكيشن مع بعضهم البعض. دوكر بيشتغل على مستوى الهوست، ما بيشتغلش على مستوى المالتيبل هوست وريفر. بعدين طلعت السيرفس وشغلات اخرى حلت بعض المشاكل، لكن بالنهايه اذا حنتشعب كثير انا بعتقد انه حنتوه. انا واحد من الناس قاعد بحاول الم الافكار اجمعها حتى الان ما تشعبناش. يعني احنا اول سيشن جبنا اصل الكونتينرز وقعدنا نشرح في الكونتينرز، ده اللي بيخوف بعد كده تهنا من الاول. لا 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 يعني انت داخل تشتغل على على الكوبرنيتس اللي بيعمل اوركستريشن للكونتينرز، فاحنا بنقول لك ايه الكونتينر. فما يعني ده لوجيك، يعني انت داخل تشتغل على حاجه بتوركستريت حاجه معينه، فبنفهمك الاول دي جت منين، دي اصلها منين. بعد كده اتكلمنا على اتفضل باشمهندس. انا اسف على المقاطعه، اولا الكلام بتاع المهندس عبد الناصر كلام ممتاز جدا، بس هو انا عايز بس اصيغه بطريقه ثانيه. يعني ليه حضرتك ما يبقاش مثلا في زي رود ماب مثلا، او نقدر نقول زي دياجرام للتوبكس مثلا ان احنا ماشيين فيها، بحيث لو حد مثلا فاته يبقى عارف ايه اللي فاته. يعني فاته حاجه معينه يبقى عارف احنا واقفين فين. احنا والله وصلنا للدور الخامس مثلا من العماره اللي هي 12 دور، واخد بال سعادتك؟ يبقى انت لسه ناقصك الاربع ادوار دول. هو المشكله ان عند المهندس عبد الناصر او عند مثلا ممكن كان عندي برضو في البدايه او كده، اللي هي موضوع ان انت مش عارف انا وصلت لفين او ايه البريكوزيتس اللي عندي. فانا بس كمقترح يعني يتعمل زي دياجرام مثلا، تريلو مثلا، حاجه كده معينه، دي الحاجات دي والله اتغطت، الحاجات دي ما اتغطتش، نبقى عارفين الرود ماب. بس هو ده المقترح يعني، مفيش مشاكل. وبالنسبه للسيناريوهات برضو مهندس عبد الناصر، السيناريوهات الادفانس دي احنا هنتعرض لها كده كده. يعني احنا مش هنفضل نشرح في الفاونديشن والكونسبتس والحاجات، لا، بعدين هتلاقينا جبنا يوز كيس وبروجكت على الجيت هاب وبنجرب وبنشتغل. يعني ما اكيد هنوصل للكيس دي، بس ما ينفعش نقوم داخلين على طول في الحته دي، لان هي اختلاف اهتمامات الناس كلها مختلفه ما عدا في الفاونديشن. لو انت جبت الناس كلها هتلاقيها ممكن تيجي معاك في الفاونديشن من الاول لو عايزه ترتب الموضوع في دماغك. بس باشمهندس سامحني في النقطه هاي، لما يكون اليوز كيس اللي هنشتغل عليها انه هنوصل للمايلستون بعد 3 شهور، هو الشكل اللي بدينا فيه كستراكشر يوز كيسز. يعني احنا هنشتغل نقدر مش هنقول انه هنعمل كونتينر، بس نقول انه اوريدي حيكون عندي 3 تير ابلكيشن. الابلكيشن حيقدم ويب سيرفيس من خلال انجن اكس، هيعمل اتش اي بروكسي از هايبريد وات ايفر يعني. وكيف مابينج لل هتيجي والله جايه جايه فعلا جايه. بس من البداية اليوز كيس واضحة، أنا بكون عارف بكرة لو جت الأفكار أنا عارف أنها مبنية على أساس. يعني مش معقول المهندس يبني العمارة بعدين يعمل مخطط، أنت بتعمل مخطط عندي من العمارة. شوف يا هندسة، أنا بس عايز أقول حاجة. أنت ليه باشمهندس طبعا باشمهندس عبد الناصر كلام ممتاز جدا، بس انا عايز اقول نقطه بس. ده تقولي يعني بالنسبه اللي احنا مثلا هنبني حاجه 3 تيرز ابلكيشن مثلا، نفترض كده المفروض دي حاجه مثلا اسمها كلاود نيتف ابلكيشن. يعني احنا هنوصل المفروض ان شاء الله ان في ميت اب مثلا هيبقى فيه عنوانه مثلا المهندس مثلا احمد، المهندس وليد، اي حد من الاخوه الافاضل الخبراء الكرام هنا، هيدينا مثلا هاو تو بيلد او هاو تو ديبلوي ا كلاود نيتف ابلكيشن مثلا اون GTE Google Cloud Engine. بس احنا عشان نوصل للدور ده لازم نكون عدينا مراحل foundational layers او foundation. ايوه ازاي هبني application وانا مش عارف يعني ايه container، مش عارف يعني ايه بود، مش عارف يعني ايه deployment، مش عارف يعني ايه service. بس تبقى واضحة يعني، يا ريت الرود ماب ده يبقى واضح، يا ريت مخطط العمارة ده اللي بيتكلم عنه. ماشي ماشي، بنحاول نحط النقاط الرئيسية بتاعة الفترة اللي جاية ان شاء الله، بسيطة بالزبط. يعني ان شاء الله نحاول نحط ونزود برضه طول مع يعني نحط الحاجات البيزك وان شاء الله ومقترحاتكم برضه ونزود يعني في المستقبل. انا شفت مش مهندس، لانه هاي اليوز كيس الكل اللي بيشتغلوا فيها اللي بيحاولوا انه يعملوا تريننج على لونج تيرم. يعني لما يكون تريننج حوالي 70 80 ساعه مش معقول. مش انا قصدي هو الفكره انه حتوصل نولج، يعني هي بالاخير نولج ترانسفير، سواء كانت ان تراك اوف تريننج او ان تراك اوف اكسبيرينس اكستشينج، هي بالاخير نولج. يعني احنا عايزين بس اللي حياخدها مرتبه في دماغه وعارف ليش اشتغلها، لانه هاي اليوز كيس تطبق على هاي الحاله وعشان كده عمل هاي الحركه، وعشان كده مثلا فتح البورتات في الانترنال وفي الاكسترنال. في بعض الاوقات حتضطر تتكلم سكيورتي برسبكتيفز. ليه؟ لانه البورتس مهم انك مشان فاير وول مشان تتحكم فيه، لانه انت بتوين لايرز في الانفايرمنت.
طيب نعكس السؤال. طب ايه اللي عمل لك كونفيوز في الفتره اللي فاتت؟ يعني احنا عملنا 3 ميت ابس بس، ايه اللي لخبطك مثلا وحاسس ان احنا ماشيين مش على التراك او في حاجه؟ لا انا مش عارف ان احنا نوصل لايش في النهايه. يعني احنا قاعدين في فاونديشن بس انا مش عارف النهايه بتاعتي، فعشان كده كل افكار هتوصل ان شاء الله الفتره اللي جايه ان انت بتقدر تعمل ديبلوي للابلكيشن كلاود نيتف ابلكيشن على الكوبرنيتس، عايز تعملها عندك في الداتا سنتر او عايز تعملها على مانج سيرفيس في امازون، هنعمل سيشن على امازون، هنعمل سيشن على اجور وهكذا، فاحنا هنوصل لها ان شاء الله. ده الهدف يعني. وانا بالنسبه لك ادمنستريتور ماليش علاقه في الديفلوبمنت، الديفلوبر في ناس هيحطوا على الويب سيرفيسز الابلكيشن تبعهم، انا بيهمني الاستراكشر ابني الانفايرمنت كادمنستريشن. هو احنا دلوقتي بنتكلم بنغطي كله، مش ودي هي نقطه ثانيه كنت حثيرها. تو ديفرنت، اللي بيكون شغال ادمنستريتور ما بيشتغلش كود نهائيا في حياته، اللي بيكون شغال كود ما بيشتغلش ادمنستريتور. هو للاسف اللي نفس السيناريو الديف اوبس فتح الموضوع على بعضه دلوقتي يعني. يس بس الديف اوبس جديد، الديف اوبس حاجه جديده، مش الكل بيشتغل ديف اوبس يعني في الانفايرمنت. الهدف الاسمى الديف اوبس. الديف اوبس هذا عالم ثالث دخلته فيه كمان لسه. هو بيدندن حوالينه يعني، الكلام ده كله حوالين الديف اوبس. ايوه عشان بس يعني نقفل الموضوع ونقفل السيشن عشان وقت الشباب. احنا ان شاء الله الفتره الجايه بنحاول نحط زي رود ماب كده او نقاط رئيسيه اللي احنا هنشتغل عليها، زي خطه كده اللي هنشتغل عليها الفتره الجايه وهنوصل لايه وايه الحاجات، وممكن ناخد مقترحات منكم كمان ان شاء الله عليه. انا تدخلت واخذت وقتكم بس سامحوني، ترددت ادخل ولا ما ادخلش، بعدين قلت لا خلاص انا لازم اقترح هذا الاقتراح على اساس انه اصحاب الراي يتناقشوا فيه وفي الاخير يطلعوا بالراي الاسئله احسن لكم. لا تحت امرك. واحنا يعني احنا اثنين او كل الشباب يعني كلهم عندهم نفس وجهه نظر، كل عايز يستفيد، كل عايز يوصل لحاجه معينه. يعني انا عارف قصدك ان انت طب بنتكلم في البودز، طب كونتينر، طب وبعدين يعني، بس هي دي الاساس فعلا صدقني. انا واحد مريت بالمرحله دي، هي دي الاساس، لازم تتك على الحته. يعني ممكن نعيد ونزيد في البوت دي، يعني البوت دي ممكن نعيد ونزيد فيها 4-5 سيشن لو عايزين يعني، فعشان الناس تبقى شاربه الموضوع. يعني لما تيجي تتكلم مع حد تبقى لغتنا مع بعض كونتينرز، لغه كونتينرز. احنا الاول كان يعني قبل الكونتينرز والحاجات كان فيرتشوال ماشينز، وازاي بنعمل ديبلوي على فيرتشوال ماشينز ومش عارف، خلاص فالناس بقت لغه متعارفه خلاص. انما دلوقتي في لغه كونتينرز، فلازم الناس تعرف تتكلم لغه كونتينر، بندي السنتكس كده مع بعض وايه المصطلحات وايه الحاجات اللي داخل الكونتينر، بعدين هتلاقينا انطلقنا بقى مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ذلك باشمهندس ثاني وطال، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. الله يعطيكم الخير جميعا يا شباب، وشكرا للمهندس محمد الويدي النهارده على السيشن الممتاز، جزاه الله خير. جزاه الله خير، بارك الله فيك. جزاك الله خير باشمهندس محمد، شكرا لكم وجزاك الله الف خير، وكل عام وانتم بخير يا شباب، ان شاء الله عيد مبارك عليكم يا شباب. السلام عليكم.